مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. إذن فقد أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير. حقيقة وكالة مودز للتصنيف الائتماني أصدرت تقرير النهاردة قالت فيه أن مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين العالمية وتجديد الأوضاع المالية العامة. يعني إيه مخاطر تكاليف الدين العالمية؟ وإيه حكاية تجديد الأوضاع أيضا المالية؟ ده اللي هنحاول نعرفه في فقرة الأخبار. بعد الأخبار وبمناسبة أن رمضان بعد بكرة، حقيقة أعمال الخير بتزيد بشكل كبير جدا في رمضان، من أول موائد الرحمن لغاية توزيع السلع الغذائية والأموال والملابس على الناس. جمعيات خيرية كتير بتتسابق لفعل الخير. إزاي بيتم تنسيق التعاون بين الحكومة والمنظمات الأهلية في برامج الخير في رمضان؟ أما فقرتنا الأخيرة فهيكون لها علاقة بشهر رمضان أيضا، هتكون جولة خارجية من داخل جهاز حماية المستهلك، هيصحبنا فيها الزميل محمد سعد لمتابعة اللمسات الأخيرة لاستقبال شهر رمضان. كيف يتابع الجهاز حركة الأسعار في الأسواق؟ وكيف يقدم أي مواطن متضرر شكواه من سلعة فاسدة أو سعر مرتفع؟ وأيضا هيعمل حوار سريع مع سيادة اللواء عاطف يعقوب في آخر ظهور لي قبل ساعات من الانتهاء فترة عمله كرئيس للجهاز. أما دلوقتي مشاهدينا الكرام، خلينا نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. 7 أسواق ناشئة من بينها مصر معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين العالمي وتجديد الأوضاع المالية العامة بحسب تقرير وكالة مودز. سبعة ملايين حالة وفاة سنويا نتيجة تلوث الهواء، والقاهرة الثانية عالميا في نسبة التلوث بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية. أربع شركات على الأقل تطرح الحكومة حصص المال العام فيها بالبورصة في الفترة من يونيو المقبل حتى مطلع 2019 بحسب رئيس مجلس الوزراء. مئة وثمانون يوما يحتفظ فيها مزودي خدمة الانترنت ببيانات المستخدمين وفقا لقانون مكافحة جرائم الانترنت بعد موافقة البرلمان مبدئيا على بنوده. إذن مشاهدينا، كانت تلك أبرز العناوين، وإلى التفاصيل بعد قليل. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. وكالة مودز للتصنيف الائتماني أصدرت تقرير قالت فيه أن مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين العالمية وتجديد الأوضاع المالية العامة. التقرير بيدرس حالات 125 دولة، وقال أن الاقتصادات الناشئة ذات الديون قصيرة الأجل والقدرة المالية الأقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون هي الأكثر عرضة لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض. نائبة رئيس وكالة مودز قالت أن لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومنغوليا وسريلانكا والأردن هم الأكثر عرضة لمخاطر الارتفاع في تكلفة الاقتراض، وأن الصدمة المعتدلة هتكون قابلة للإدارة بشكل عام.
مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء أيضا الديون. وقالت أنه في الصدمات الشديدة القوة المالية لغالبية الأسواق الناشئة والمبتدئة هتكون مرتفعة. الكلام ده بيكرر الحقيقة مخاوف اتقالت كتير عن زيادة حجم الدين، لكن دايما كان محافظ البنك المركزي طارق عامر بيأكد أن مفيش قلق أبدا من مستوى الدين الخارجي وخدمته. ورئيس مجلس الوزراء كمان قال نفس الكلام تقريبا من فترة، وأعلن أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 107% إلى 98% من الناتج المحلي. السؤال هنا بقى، هل إحنا نقلق من تقرير مودز وده ممكن يحصل فعلا، ولا نطمن زي ما بيأكد محافظ البنك المركزي؟ ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برحب بحضرتك دكتورة بسنت. دكتورة بسنت، واضح انه فقدنا الاتصال. طيب هنعاود الاتصال بحضرتك مرة اخرى معنا. طيب حتى نعود مرة اخرى لي محاولة طبعا الاتصال بالدكتورة بسنت للتعليق على هذا الموضوع. الحقيقة زي ما قلنا لحضراتكم الموضوع ده فيه مخاوف كتير جدا عن موضوع الدين العام، وانه مصر يكون تصنيفها في مجموعة الدول دي وتتصدر التصنيف او مقدمة التصنيف مع لبنان وباكستان والبحرين ومنغوليا وسريلانكا والاردن، دي الدول طبعا في مقدمة التصنيف، ده بشكل قلق بشكل كبير جدا حول الدين العام. مرة أخرى الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحياتي لحضرتك يا فندم. دكتورة بسنت، طيب واضح ان في مشكله في الاتصالات، هنحاول طبعا على مدار فقرتنا الاخباريه نعود لحضرتك او نحاول طبعا نتصل بحضرتك مره اخرى. طيب نروح لموضوع تاني، ويمكن بمناسبه الكلام عن الاقتصاد، امبارح بالليل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الرابع للجنه الوزاريه المشرفه على برنامج الطروحات. الاجتماع كان لاستعراض تقرير وزير الماليه عن البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحله الاولى المقرر انه يبدا من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019. في التقرير اللي عرض وزير المالية، الحكومة بتستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة حتى مطلع 2019. وبتتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 ل 18 مليار جنيه. برنامج الطروحات اللي أعلنته الحكومة بيستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في 23 شركة لتحقيق 80 مليار جنيه في فترة هتتراوح بين 24 إلى 30 شهر لمجموعة شركات، بعضها يقيد للمرة الأولى في البورصة وأخرى أيضا خلينا نقول مقيدة بالفعل في البورصة. طيب أيضا عدنا أيضا مرة أخرى دكتورة بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برحب بحضرتك دكتورة. أهلا وسهلا، بس يا ريت تعلي صوتك شوية حضرتك. حاضر يا فندم. للتعليق على الخبر يمكن اللي قلناه من شويه بخصوص موضوع مخاطر ارتفاع تكاليف الدين العالمي وايضا تشديد الاوضاع الماليه العامه بحسب تقرير وكاله مودز، يا فندم هل نقلق ولا نطمن؟ لانه هنا في يمكن اقوال مختلفه شويه، التقرير بيخلي فيه مخاوف، لكن رئيس الوزراء ربما وحافظ البنك المركزي بيقولوا لا انه فيش قلق خالص من الموضوع ده، فاحنا نقلق ولا نطمن؟ شايف الحقيقه فين بالظبط؟ لا ما تقلقيش خالص، وهقول لحضرتك ليه. احنا عندنا احتياطي دلوقتي اكثر من نص الدين الخارجي. ونمره 2 دي النقطه الاولى، النقطه الثانيه ان الدين ده اجاله متوسطه وطويله الاجل، فمش بكره، مش اجله قصير. فانت في الفتره المستقبليه غير الاحتياطي النقدي اللي عندك هيبتدي يدخل لك مدخولات، زي مثلا حضرتك خبر اللي بتقوليه على البورصه. تمام. ناس كتير هتحب تخش تستثمر بعملات اجنبيه من بره، هتلاقي حضرتك برضه في استثمارات داخله نتيجه الاصلاح الاقتصادي، لان كده التقارير اللي بيطلعوها يؤسفني اقول متضاربه، لان طلع تقرير قريب قوي ان مصر بالعكس قطعت شوط هايل
وكل المؤشرات إيجابية ودي حقيقة، وإنه الفترة الجاية إن شاء الله هتبقى مصر أكثر يعني نمرة ثلاثة من الدول الجاذبة للاستثمار في العالم. فالاستثمارات دي ما بيجيش بالذهب مصري إلا إذا كانت استثمارات داخلية، هي بيتكلموا عن الاستثمارات العالمية. فلا أنا شخصيا مش قلقة أبدا، حجم الاحتياطي عالي، إن شاء الله المدخولات هتيجي في المستقبل واضحة، كمان الديون اللي علينا من متوسطة لطويلة الأجل استحقاقاتها يعني مش بكرة ولا بعد ولا بعد سنة. ما فيش أي داعي للقلق. تمام. طب يا فندم شايفة إزاي أيضا يعني ذكر التقرير لوضع مصر بين هذه المجموعة من الدول زي ما قلنا لبنان، مصر، باكستان، البحرين، منغوليا، سريلانكا، الأردن، في يعني الأكثر عرضة للمخاطر زي ما قلنا حول ارتفاع تكاليف الدين العالم؟ شوفي حضرتك طبعا ما فيش شك إن إحنا عندنا مخاطر، ما فيش بلد ما عندهاش مخاطر، وأنت كمان في منطقة صعبة شوية ظروفها، يعني الوضع في المنطقه احنا عاملين مجهود كبير قوي صحيح جوه مصر، لكن شئنا ام ابينا احنا بنتاثر بحاجات كتير منها الوضع العام في المنطقه. لكن تتحط في نفس المجموعه او ما تتحطش مش ده الموضوع. انا دايما انظر لمؤشراتي والاسلوب العمل والانجازات اللي تمت والمستقبل اللي قدامه، وفي تقارير كتيره بتقول عكس اللي اتقال ده. يعني أنا عايز أقول لحضرتك مسألة تتحطي فين ده مش مشكلة، لكن المهم إنك أنت كل مؤشراتك إيجابية ماشية على طريق سليم. أنا صحيح بقول المنطقة كلها مشاكل، لكن إحنا الحمد لله أقلهم مشاكل بالرغم إن إحنا في حرب في سيناء، لكن المستقبل بالنسبة لنا أكثر وضوحا من الدول اللي حضرتك ذكرتيها. وبناء عليه فندم يعني بناء على كلام حضرتك ان هذه التقارير متضاربه والمعلومات فيها مغلوطه ومش حقيقيه، هو لا ايضا حسب ما هم بيبنوها على ايه يعني هي متضاربه طبعا، لان احد التقارير طالع من ما فيش من اسبوع واحد تاني من 10 ايام بيقول عكس كده تماما، فحسب هم بيتكوا على ايه اكتر في التحليل. تمام. لكن بشكل عام كل التقارير العالميه والبنك الدولي والصندوق قالوا عكس هذا الكلام تماما. يعني بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. طيب معانا أيضا على الهاتف سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، برحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل عام وكل الشعب المصري بخير. كل عام وحضرتك بألف خير. ويمكن عايزين تعليق حضرتك، بنتحدث عن يعني في عندنا أربع شركات دلوقتي على الأقل هتطرح الحكومة حصص المال العام فيها للبورصة في الفترة من يونيو المقبل حتى 2000 أو بداية 2019، ده كان تصريحات رئيس مجلس الوزراء. يعني خليني أعرف تفاصيل أكثر من حضرتك عن التقرير اللي تم عرض وزير المالية اللي عرضه بالفعل وزير المالية في الاجتماع. الحقيقة أن التقرير كان مفصل بعدد معين من الشركات، يمكن بعضها مطروح بشكل جزئي حاليا في البورصة، وبعضها يتم طرح يعني أسهم من المرة الأولى. الهدف من برنامج الطروحات أن يكون في حصيلة تسمح لهذه الشركات أنها تقيم استثمارات إضافية، أنها تعيد هيكلة بعض القطاعات، أنها تتوسع. مطلوب أن يكون هناك تعظيم من العائد الخاص بأصول الدولة. يعني في شركات بعضها ناجح ويؤدي أداء جيد جدا، وبالتالي دخوله البورصة سيضيف إلى البورصة، سيوسع قاعدة الملكية، يكون في إضافة للبورصة من خلال دخول هذه الشركات، وأيضا حصيلة البيع أو حصيلة طرح بعض الأسهم وليس كلها سيسمح أنه لهذه الشركات أنها يعني تعيد نفسها مرة أخرى بشكل أفضل، حتى أنه في استوسع في الاستثمارات، في أنشطة جديدة، ده يعود بالعائد عليها بشكل إيجابي جدا. وده الحقيقة المطلوب في الفترة القادمة، أن الشركات قدرتها التنافسية تبقى في تطور مستمر، بحيث أنه نقدر نعتمد على هذه الشركات في كأنها إضافة جديدة من خلال توسعاتها الاستثمارية لمنظومة أو يعني الصناعة في مصر. طيب ليه فندم تحديدا تم يعني تحديد ما بين 4 ل6 شركات فقط؟ هل دي الشركات اللي تم الانتهاء من دراستها بس؟ يعني سبب العدد ده ايه؟
لا احنا بنقول ان هذا العدد من 4 إلى 6 شركات، ده اعتبارا من منتصف العام الحالي، ثم تباعا يتم يعني طرح عدد اكبر من الشركات. احنا التفكير هو انه في حوالي 23 شركه ويمكن سبق الاعلان عنهم قبل كده، سيتم طرحهم في البورصه بشكل جزئي، وطبعا يجب ان يكون هناك بعض الاجراءات قبل الطرح، وده يمكن بيستلزم بعض الوقت سواء للتحقق من جاهزية الشركة أو إجراءات طرح ذات نفسها. تمام. فالمرحلة الأولى هي 4 أو 6 شركات، ولكن في مراحل تالية يعني يصل في الآخر إلى 23 شركة. طيب فيما يخص إجراءات الطرح بقى يا فندم اللي حضرتك تتحدث عنها، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتنظيم إجراءات الطرح أيضا، إيه هي هذه الإجراءات؟ أولا هو يعني سيد رئيس الوزراء أصدر قرار بأنه في تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة والمالية، التخطيط والمتابعة، قطاع الأعمال العام. هذه اللجنة هي اللي معنية بالبرنامج الشامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو للدولة بالسهل فيها. اللجنة بتحط بدورها جدول زمني على الموضوع الطرح، وبترشف على تنفيذ هذا الجدول ومتابعة التزام الجهات والشركات بتنفيذه. ده عشان تنظيم مسألة الطرح، بداية ب4 شركات ثم يليها مجموعة أخرى وهكذا. إذن هناك حاجة إلى الإشراف على هذا الموضوع من خلال لجنة وزارية. أيضا هناك لجنة من السيد وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة، يعني مطلوب أنه يتم دراسة قيم الأسهم بشكل عادل، و ده هيبقى الحقيقة لجنة سيتم تشكيلها بقرار من السيد وزير المالية. تمام. آخر سؤال يا فندم، يعني وكل سنة وحضرتك طيب، وبمناسبة بكرة إن شاء الله آخر يوم يفصلنا عن شهر رمضان الكريم يوم الخميس، يعني آخر الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم. الحقيقة إنه هناك يعني هناك اهتمام كبير من الحكومة بأن يكون يعني كل السلع في هذا الشهر الكريم متوفرة، ومتوفرة بكميات مناسبة وبأسعار مناسبة وبأسعار يمكن مخفضة في بعض المعارض. هناك اهتمام بأن يكون في عدد كافي من منافذ التوزيع على مستوى المحافظات في كل الجمهورية، إنه عدد منافذ التوزيع يكون متناسب مع الكثافة السكانية للمحافظات، إنه يتم الأخذ في الاعتبار المناطق البعيدة أو المناطق الأكثر احتياجا، إنه يكون دائما في رقابة على الأسواق بحيث إنه ما فيش يعني يكون في حبل رقابة على الأسواق، ما فيش تلاعب في الكميات، ما فيش تلاعب في الأسعار. ده هيبقى إن شاء الله مهم جدا. والحقيقة يعني أنه في تعاون وتنسيق واضح ما بين عدد من الأجهزة الحكومية في هذا السياق، وأيضا مع بعض يعني القطاع الخاص والغرف التجارية. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. طيب، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن النهاردة نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من العام الحالي، واللي كشف عن تراجع معدل البطالة ل 10.6% من إجمالي قوة العمل. الجهاز بيقول إن الفئة العاطلة في مصر أغلبها من حملة الشهادة المتوسطة وفوق المتوسطة، وإن نسبة البطالة انخفضت خلال الربع الأول من السنة. ومن أهم القطاعات اللي استهدفت تشغيل العمالة هي نشاط الجملة والتجزئة اللي جذب 197,000 مشتغل، وبعدها يأتي قطاع البناء والتشييد 97,000 مشتغل، والصناعات التحويلية 77,000. لمزيد أيضا من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور طاهر حسن، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء. تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني بناء على ما تم ذكره دلوقتي من المعلومات الصادرة عنكم يعني على هذه الإحصاءات، هل نقدر نقول كده أن المؤهلات الفنية يعني كانت من الفئات الأكثر خروج من دائرة البطالة ولا المؤهلات العليا؟
في الحقيقة هو المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة اللي يعتبروا فنيين بيشكلوا أكثر من يعني حوالي نص المتعطلين من نفس حملة المؤهلات. لأن سمة البطالة في مصر عموما يا إما شباب وشباب متعلم أو مؤهل، لأن دول بيمثلوا حوالي 87% من إجمالي حجم البطالة أو حجم التعطل في الفئة العمرية اللي هم فيها. وحجم حجم الشباب من 15 ل 29 سنة هم دول الفئة اللي هم فيهم الخريجين، وده راجع لأنه الخريج مش بيشتغل أي شغلانة، المؤهل والمتعلم وخصوصا في المناطق الحضرية ما بيشتغلش أي شغلانة إلا لما بيضطر يشتغل بعد كده بعد ما بيعدي سنه 30 سنة. وعشان كده بنلاقي البطالة بتتركز في الفترة العمرية ما بين 15 ل 29 سنة اللي هم خريجين جامعات ومؤهلات متوسطة فوق متوسطة، سواء فنيين أو مؤهلين من كليات أو جامعات المصرية، سواء كانت كليات نظرية أو عملية بالمناسبة على حد سواء. يعني الفئتين دول هم أكبر نسبة بيشكلوا المتعطلين في مصر. طيب. وده لأنه في ما فيش يعني سوري في اللفظ مش عايز نقول يعني حاجات، لكن هو ما فيش تنسيق ما بين احتياجات سوق العمل ومخرجات نظام التعليم بشكل عام. لو إن مخرجات التعليم فت او بتتناسب مع احتياجات سوق العمل، تمام، الاحتياجات السوق مش هنلاقي طابور المتعطلين اللي بنحكي عنه ده، واللي ثابت تقريبا او بيتراجع تراجع بسيط جدا خلال 10 سنين اللي فات. طيب خلينا نتكلم في ان النسبه اللي موجوده الصادره من الجهاز يعني في تراجع معدل البطاله، بنتكلم في 10.6 او 10.6 من 10% من اجمالي قوه العمل. عندي اعداد 197000 و97000 و77000، هي اعداد يعني لا باس بها، لكن ايه هي الاستراتيجيه اللي نقدر نقول ان الحكومه تبعتها في الفتره دي ليعني تقليل دائره البطاله بشكل كبير في يعني التعليم المتوسط تحديدا؟ في الحقيقة هو دور الجهاز يعني رصد الظواهر فقط وملوش دعوة بأي، بس لكن نقدر نقول ريكومنديشن أو توصيات لمتخذ القرار يقدر يتخذ سياساته وإجراءاته بحيث إنه يخلص من الظواهر السلبية في المجتمع زي هذا البطالة. بمجرد ما بيصدر التقرير ده بيتوزع على كل الجهات المعنية، ونقول فيه إنه احذر المناطق دي فيها مشاكل، المناطق يعني مناطق فئات عمريه او الظاهره دي فيها مشكله احيانا بتتناقص احيانا بتتغير، والتوصيه ان احنا نعمل كذا. يعني مثلا الانشطه اللي قامت بها الدوله، الانشطه الكبيره اللي قايمه بها الدوله في الفتره الاخيره من انشاءات وانفراستراكشر وزراعه، هي تقريبا جذبت معظم العماله دي اللي هو في سوق العمل، الداخلين في سوق العمل. بنلاقي التناقص ما بين ربع الربع تناقص طفيف، ولكنه تناقص يعني حاصل فعلا ان في تناقص، بالاضافه الى ان الربع ده من السنه الاول من العام اللي هو يناير فبراير مارس لما بيشهدش خريجين جداد من نظام التعليم. وعشان كده النيو انترست تو ذا ليبر ماركت اقل بكثير من اي ربع ثاني، او الداخلين الجدد لسوق العمل اقل. فعشان كده سوق العمل استوعب النقص، استوعب الزياده في اللي داخل سوق العمل، وخد كمان نسبة من المتعطلين، وهو ده اللي قلص معدل البطالة. تمام. في الربع ده على وجه التحديد من السنة. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، كل الشكر لحضرتك يا فندم. منظمة الصحة العالمية يعني الصادر كشفت في تقريرها عن أكثر المدن تلوثا في العالم، قالت عن ان القاهرة هي ثاني اكثر مدن العالم الكبرى تلوثا، وما فيش حد تفوق على نسب التلوث في القاهرة في الفترة ما بين 2010 ل 2015 الا مدينة نيودلهي. القاهرة بحسب تقرير المنظمة سجلت نسب تلوث مرتفعة جدا بالمقارنة بمدن زي بكين ومكسيكو سيتي، وحذرت المنظمة من ان مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل كبير جدا ويعني بصورة تصل إلى درجة الخطورة في أجزاء عديدة من العالم، وده بيتسبب في وفاة حوالي 7 مليون شخص سنويا نتيجة التعرض لجزيئات الهواء الملوث الدقيقة اللي بتخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية. وبحسب التقرير المنظمة يعني بتقول أو بتسبب بتلوث الهواء خارج المنازل وحده بيسبب فيه 4.2 مليون حالة وفاة في عام 2016، في حين تسبب
تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في 3.8 مليون شخص في الفترة نفسها. معنا دكتور عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية وزير الصحة الأسبق، برحب بحضرتك دكتور عوض. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. رأي حضرتك إيه يا فندم، يعني سبب أن القاهرة زي ما قالوا كده على أن هي على رأس الدول في نسبة التلوث؟ طبعا هي يعني تقرير يعني غير مفرح، يعني يدعو احنا طبعا بصراحة عارفين الكلام ده وبنتكلم فيه كتير، ودائما سواء كنا في لقاءاتنا أو مؤتمراتنا بنتكلم في هذه القضية بحثا عن الحد بشدة من تلوث الهواء، وخصوصا ان احنا عارفين كويس قوي ان هذا التلوث فعلا له مشاكل كثيرة تراكمية على الجسم بصفة عامة وعلى الجهاز التنفسي بصفة خاصة. تمام. طبعا التلوث زي ما حضرتك قلتي كده، في تلوث داخل المنازل، في تلوث خارج المنازل، في تلوث يعني لا إرادة للإنسان فيه عندما تقوم عواصف رملية أو ترابية أو زعابيب أو كل الحاجات دي، لكن في حاجات بدون شك هي ما يعني زي ما يسمى بالفعل الإنسان، يعني عوادم السيارات، مخرجات المصانع، حرق القمامة، حرق قش الرز، كل دي حاجات بتؤدي إلى مشاكل صحية والبشر هم السبب فيها. لازم يعني زي ما حضرتك عملته كده تبرزوا هذا الكلام للحد من هذا التلوث الذي يؤدي إلى أمراض خطيرة جدا بدون شك قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الفشل التنفسي. كيف يا فندم يعني تواجه الشعبي الديك الشعبي الهواء المزمن، تليف الرئتين، حتى ما أنواع من الأورام الخبيثة بيؤدي إليها تلوث البيئة. عايز أحط مع هذا التلوث التدخين حضرتك. تفضل. لأن حضرتك بدون شك نسبة التدخين في مصر من أعلى معدلات التدخين في العالم، خصوصا بين الفئات العمرية الشابة، اللي هو تأثير التدخين قد يؤدي إلى مشاكل تراكمية على الجهاز التنفسي والقلب والرئتين. فحضرتك هذه حقيقة، واحنا دايما بنحاول نحد من هذا بالتعليم والتدريب والتوعية، لان الحقيقة المشاكل الناتجة عن التلوث الهواء سواء داخل المنازل او طبعا داخل. طب يا فندم حضرتك ذكرت مصادر كثيرة جدا للتلوث، ممكن نقدر نقول فيه تعاون مع بعض الجهات العالمية، خلينا نقول، او المنظمات العالمية للحد من هذه الظاهرة عندنا هنا؟ هي مش محتاجة منظمات عالمية، هي محتاجة منظمات محلية الأول، وبعدين ندور على العالمية، لأن المشكلة عندنا، المشكلة بإيدينا. يعني سيادتك احنا عايزين نشوف الناس بره بتعمل ايه ونتعاون معاهم عشان نعمل زيهم. التعاون معاهم بالخبرات أو لكن احنا عارفين نقدر نعمل ايه أو نساهم في ايه. تمام. يعني حضرتك التلوث داخل المنازل ده ممكن يكون بالمبيدات، بالمعطرات، بالمنظفات، بالبخور. في بعض الاماكن لسه تستخدم الافران التي تستخدم الوقود الحيوي، وده من اكبر مصادر التلوث، خصوصا اللي بيستخدموا بعض الحاجات الحيويه في الخبيز وفي الافران المحليه المنزليه. فكل دي حاجات معروفه ومؤكده. أنا بقول لسيادتك إن أول خطوة حقيقية نقدر نعملها في السيطرة على هذا التلوث هو التوعية الشديدة جدا، لأن الناس لازم تعرف إن في حاجات معينة بتضرها وتأثيرها التراكمي يمكن ما بيحسش بيها بساعتها. طيب سريعا يا فندم وأخيرا، عملنا التوعية لكن إحنا في خضم مصادر التلوث الكتير جدا اللي حضرتك ذكرتها دي، خلينا نتكلم في المصادر الكبيرة زي المصانع. هل ممكن نكون محتاجين بعض القوانين اللي ممكن يكون فيها عقوبات بالضبط كده؟ قواعد وأسس، ويعني زي ما اتعمل في قانون المرور إن في ناس بتقيس العوادم اللي خارجة من السيارات ونسبها قد ايه زي العالم ما بيعمل، ونلتزم بهذا بحيث اي مركبه ماشيه تمام بتطلع دخان او بتطلع او غير منضبطه من ناحيه الاسس المروريه في مصادر التلوث المفروض تقف فورا.
بشكر مركبة عامة أو مركبة خاصة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عوض. بشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك دكتور عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية ووزير الصحة الأسبق. في ذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، دماء الفلسطينيين لا تزال تسير على الأرض. وسط إصرار من الاحتلال الإسرائيلي على استمرار انتهاكاته في حق الفلسطينيين العزل، وادعاءات أمريكية بأن الفلسطينيين هم من يعتدون على حدود إسرائيل، وأن الاحتلال الإسرائيلي التزم بضبط النفس، وده يخلينا نسأل سؤال، يعني مين اللي تسبب في استشهاد 61 فلسطيني على الأقل لحد دلوقتي؟ وسط دعوات للإضراب العام والحداد، الفلسطينيون لسه مستمرين في مظاهراتهم واحتجاجاتهم لإحياء ذكرى النكبة، ورفض أيضا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. في نفس الوقت مجلس الأمن يعني وقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين في الجلسة اللي انعقدت بشكل طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. خلينا الأول نشوف التقرير عن ذكرى النكبة ثم نعود لحضراتكم. على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ الجرح لا يزال مفتوحا في قلب عالم مريض يسكننا بأهاته، جرح لا يزال يبحث عمن يضمده ليعيد الجسد العربي سليما معافى. فمتى تعود فلسطين الحرة الأبية التي اغتصبها الاحتلال الإسرائيلي في 15 مايو عام 1948 بالهجوم على بلدات وقرى ومدن فلسطين لإبادتها ودب الزعر في سكانها لتسهيل هجرات اليهود إليها فيما بعد؟ 70 عاما مضت على فصل جسد الأمة العربية عن روحها فلسطين، ولا تزال النكبة مستمرة تذكرنا في كل عام بمجازر وخسائر حفرت آثارها بالدماء في قلوب العرب بعد هدم أكثر من 500 قرية وتدمير مدن فلسطينية رئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية، وسط محاولات لتدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية لطمس الهوية العربية الإسلامية لموطن أولى القبلتين وثالث الحرمين، رغم اتفاق المؤرخين على اعتبار 15 مايو موعدا لذكرى النكبة الفلسطينية، فإن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير الهوية العربية بدأت منذ ما عرف باسم هجرات يهود أوروبا في الفترة ما بين عامي 1882 و1947، حتى بات المستوطنون الصهاينة يمتلكون ما يقرب من 10% من الأراضي الفلسطينية. حصيلة ذكرى النكبة تفوق ادعاءات اليهود عن تهجيرهم وخروجهم من أرض الميعاد المزعومة، فقد نتج عن النكبة الفلسطينية تدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل، وتهجير 780 ألف مواطن فلسطيني. لا تزال أزمتهم مستمرة إلى يومنا هذا، فإلى متى تستمر النكبة العربية؟ أكيد طبعا يعني بهذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي الأحداث اللي بتشهدها فلسطين ما كانتش بعيدة أبدا عن دائرة الاهتمام. عدد كبير الحقيقة من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور ومقاطع فيديو للأحداث، واستخدم المغردين هاشتاجات كتير كان أبرزها القدس عاصمة فلسطين الأبدية اللي شهد أكثر من 200 ألف تغريدة، وهاشتاج القدس اللي شهد 51 ألف تغريدة، وفلسطين 48 ألف تغريدة. مش بس المغردين العاديين لكن كمان الفنانين والسياسيين تفاعلوا بشكل كبير جدا مع الهاشتاج، زي الفنان محمد هنيدي اللي كتب: فلسطين كانت هنا قبل دولة الاحتلال وسيبقى وطنهم الأبدي دائما وأبدا، هي وأبنائها وأحفادها بعاصمته الأبدية القدس. أيضا الكاتب السعودي محمد رطيان اللي نشر صورته وكتب: عمري تجاوز 75 عام ودولتك المزعومة عمرها 70 عام، أنا أكبر من دولتك وعصايا أعلى من بندقيتك.
امبارح مجلس النواب ويمكن اتكلمنا مع حضراتكم في الموضوع ده امس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي اصبح معروف باسم قانون مكافحه جرائم الانترنت. ابرز المواد اللي بيتضمنها مشروع القانون هي المواد المتعلقه بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي او اي وسيله لتقنيه المعلومات لمده 180 يوم متصلة، وأيضا البيانات دي هي البيانات اللي بتسمح للتعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل، كمان البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. طبعا المواد دي أثارت جدل كبير جدا، رغم أن مشروع القانون بينص على سرية البيانات، لكنه في نفس الوقت بيفرض على مزودي خدمة الإنترنت السماح لجهات معينة بالاطلاع على البيانات حال طلبها، أو إذا طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذلك. ده الحقيقة عمل مخاوف عند بعض الناس عن إمكانية تسرب أو تسريب بيانات بعض العملاء عن طريق شركة الإنترنت. يعني إيه اللي يضمن للمستخدمين دلوقتي أن البيانات بتاعتهم دي ما تتسربش وأن يتم الحفاظ عليها؟ خلينا أيضا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا القانون من سيادة النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب. برحب بحضرتك يا سيادة النائب. أهلا بحضرتك فندم. يعني حديث عن هذه التفاصيل ربما اللي عملت لغط البعض يوافق والبعض الآخر عنده بعض المخاوف، يعني إزاي المستخدمين يقدروا يضمنوا عدم تسرب بياناتهم من خلال مزودي الخدمة؟ خلينا بس أطمن حضرتك أن يمكن ده أول القوانين خلال هذا الفصل التشريعي اللي وجدت توافق كبير جدا من 90% من نواب البرلمان المصري، بل وبالعكس بعض النواب اللي هم في اللجان الاخرى غير لجنه الاتصالات والمعلومات كلهم قالوا في طلب كلمتهم المفروض كان ان هذا القانون كان يدخل في الفصل التشريعي الثاني وليس هذا الفصل التشريعي، لان الجريمه الالكترونيه اصبحت تنافس في الوقت الحالي الجريمه الجنائيه، بل زادت، وده من خلال البلاغات التي تقدم بصفه يوميه في الاداره العامه للمعلومات والتوصيل. موضوع حمايه اولا مفيش حاجه اسمها يعني هذا الكلام فعلا اثار لغط في بعض وسائل الاعلام. ال 45 ماده موجودين في القانون. مفيش حاجه اسمها مراقبات ولا في حاجه اسمها، طبعا من حق طبعا جهاز تنظيم الاتصالات في بعض الصفحات التي تحرض على العنف والارهاب والتي تدار من بعض الدول المدعمه للارهاب، ده امن قومي. من حقنا من حق الجهات المختصه ان هي تطلع. تمام، ده شيء طبيعي يا فندم ومما لا شك فيه، احنا بعيد عن ده. تمام. احنا بنتكلم عن مستخدمين بشكل عام. ده طبعا بص يا فندم ما فيش حد بتقول فيها مراقبه ولا اختراق حد، ولكن ده في مستخدم سعادتك، وده اللي مقصوده في القانون حضرتك. في مستخدم سعادتك ده قرض، ده عامل اكونتات مستعاره مش باسمه، يعني انا اسمي احمد بدوي بخش بتاعي احمد بدوي. لا انا غيرت الايميل بتاعي وعملته مثلا محمد حسين او اسم تاني. تمام. ودخلت وارتكبت اخطاء وارتكبت. مش من حق الجهات المختصه زي مثلا الاداره العامه للمعلومات والتوثيق تخش وتشوف انا بعمل ايه، زي الطالب بتاع مدينه نصر اللي طلع مخترق اكتر من 200 حساب. ده مهم جدا يا فندم، هي دي الجريمه الالكترونيه اللي بيكافحها هذا القانون. انا بقى موضوع انا بس عاوز اقول اللي حضرتك بقى فيه مراقبه، ما فيش كلام ده خالص، انا وهذا الكلام على المسؤولين ده اصلا كده. طيب لو سمحت يا فندم، في اطار الحالات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، خلاص انت حال صفه شخصيه اخرى وان انا ممكن اعمل جرائم باكونت او يعني صفحه اعملها بشكل وهمي بيانات وهميه واعمل بها اي جرائم اخرى او نصب او ما شابه، لكن ايه هي العقوبات ايضا اللي نص عليها القانون اللي بيتم فرضها على الموظفين في حال تم تسريب اي بيانات خاصه باي من مستخدمي خدمه الانترنت؟ غرامة حبس لا يقل عن سنة، ودي سلطة تقديرية للقاضي، وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه. بس هذا في حاجة مهمة جدا ناقشها هذا القانون ولابد من ان احنا نلقي الضوء عليها، الجرائم المتعلقة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات الغير مشروع. تمام. لحضرتك البلاغات اللي بتقدم بصفة يومية، صور البنات اللي بتتاخد وبتعمل لها تركيبات، ودي بلاغات مهولة، صفحات السب والقذف، الصفحات اللي تقوم بنشر الشائعات والأكاذيب،
ده كله بيكافحوا القانون. هذا القانون يا فندم انا بطمن حضرتك انه بيحمي بيانات المواطنين. على فكره احنا عملنا دراسه من كام شهر طلع اكتر من 1.5 مليون حساب مخترق من قبل تشكيلات عصبيه الكترونيه اللي هم الهاكرز اللي هم زي ما في تشكيلات عصبيه جنيه في تشكيلات عصبيه الكترونيه. دول اولاد على الفيسبوك متخصصين في انهم يخترقوا الصفحات، ياخدوا صفحه حضرتك وممكن يبعتوا لاصدقاء حضرتك يشحنوا لنا كارت كذا، وده منتشر جدا. الحقيقي ده فعلا موجود، ده ممكن يدخل ياخد البيانات اللي على اللي على صفحتك. هو الحقيقه الموضوع كبير جدا يا فندم، حضرتك قلت 45 ماده ويعني محتاج طبعا شرح بالتفصيل، لكن على العموم بشكرك شكرا جزيلا على الايضاح سياده النائب احمد بدوي وكيل للجنة الاتصالات بمجلس النواب. رحلة المصري محمد نوفل اللي قرر السفر إلى روسيا بالدراجة للمشاركة في فعاليات كأس العالم في روسيا مهددة، ده بعد ما وقف في محطته الأخيرة في رومانيا في انتظار تأشيرة دخول أوكرانيا الدولة الأخيرة قبل الدخول إلى روسيا. نوفل نشر على صفحته على موقع فيسبوك أنه بيطالب بتدخل وزارتي الخارجية والشباب والرياضة بعد ما وصل بوخارست من 3 أيام ومش قادر يعني يحصل على تأشيرة أوكرانيا. والسفارة المصرية أبلغته على لسان القنصل الأوكراني أن الطريقة الوحيدة لقبول ورقه هي أن التدخل يكون من وزير الخارجية المصري بالتواصل بشكل مباشر مع الوزير الأوكراني عشان يقدروا يعملوا له استثناء لقبول الورق. نوفل بيطالب دلوقتي من خلال السوشيال ميديا ان المسؤولين في مصر يتدخلوا عشان تعب 14 شهر يعني ما يروحش عفوا تعب 14 شهر ما يروحش على الفاضي لو الازمه دي ما اتحلتش فورا. رحله يعني زي ما ذكر بدات فعليا من 63 يوم مشي فيها يعني حوالي او مشي فيها حوالي 5000 كيلو في 3 قارات. هل دلوقتي نقدر نقول هتنتهي رحلة نوفل بالشكل ده على حدود أوكرانيا فقط ولا ممكن فعلا تتحل مشكلته ويكمل رحلته إلى مونديال روسيا؟ خلينا معنا على الهاتف محمد عشان نعرف منه مزيد من التفاصيل. محمد برحب بيك. مساء النور. مساء النور، يعني احكي لنا التفاصيل. يمكن احنا قلنا دلوقتي سريعا التجربه بتاعتك للوصول الى روسيا وحضور المونديال، لكن احكي لنا تحديدا تفاصيل المشكله دلوقتي عندك. مظبوط، هو الحركه يعني الارقام فعلا جت مظبوطه، لكن دي الارقام الاجماليه للرحله مش للتعامل بشكل حالي. المفروض الرحله كاملتها حوالي 65 يوم تقريبا، احنا دلوقتي في اليوم ال 35 فيها. الوضع الحالي انا في بوخارست في عاصمه رومانيا بقالي حوالي اسبوع. أنا من تحركي من القاهرة كان معايا كل الأوراق بتاعتي الخاصة بالتأشيرات والتصاريح الأمنية وخلافه، ده بعد تدخل ودعم من وزارة الشباب والرياضة، لكن للأسف الشديد ده كان جه في وقت متأخر جدا قبل ما أتحرك ب4 أيام بس، فتم الإجراءات كلها ما عدا تأشيرة أوكرانيا. فالوضع الحالي إن أنا ما معيش تأشيرة دخول، ومن خلال السفارة بتاعتهم هنا هم رفضوا إن ده يتم، لأن الحاله الوحيده اللي بيتم فيها بكون يا اما مقيم في رومانيا او معايا اقامه في دوله اوروبيه. والحل الوحيد انه عشان ده يتم لازم يحصل استثناء من وزاره الخارجيه الاوكرانيه، فعشان ده يتم برضه بيتم من خلال تدخل وزاره الخارجيه عندنا يعني. تمام. فده اللي اتكلمت بيه، وبتكلم دلوقتي حوالي بالظبط 8 ايام موجود هنا في بوخارست، مفيش اي تطور او في حاجه جديده تمت. فبدات من النهارده اشتغل على بدائل ثانيه بحيث برضه ان انا مش عايز الموضوع يقف. انا بتكلم دلوقتي انه غالبا عمليه خروجي من هنا هتكون بالطيران لدوله من الثلاثه، يا اما بيلاروسيا يا اما ليتوانيا يا اما جورجيا. ومنها ان شاء الله هرجع اكمل ثاني رحلتي لموسكو بالعجله. انا على امل برضه لسه يعني ما فقدتش امل تماما في ان اوكرانيا الموضوع يتم حله او لا، لكن الرد جالي من يعني امبارح الرد جالي من مكتب معالي وزير الشباب والرياضه انه هو في تواصل تم مع وزاره الخارجيه، لكن حاليا وزير الخارجيه خارج البلاد يعني. فمفيش مبشرات ان الامور تحل في الفتره الحاليه يعني. فبدات اشتغل على بدايل بحيث برضه انه ممكن يتم اي حاجه خاصه باوكرانيا، هيبقى عظيم جدا. ما تمش يبقى انا الرحله بتاعتي ما وقفتش عند الحد ده واضطر ان انا ارجع مصر من النقطه دي، لا انا مكمل. وطول الوقت يعني في السفر في حاجات بتقابلنا علينا احنا نتعامل معاها ونتصرف يعني.
ده الوضع الحالي بشكل عام كله. اكيد محمد، يعني اسمح لي اسالك، بتهدف ايه من وراء التجربه بتاعتك دي ان انت تسافر تحضر المونديال بدراجه؟ ايه الهدف؟ عايز تقول ايه او ايه الفكره اللي انت عايز توصلها؟ الفكره الاساسيه هي انه بنتكلم على فعاليه كبيره او حدث كبير عالمي، لكن بيتم تغطيته بشكل مختلف تماما، مش بس مجرد الماتشات او المباريات. ده بيتم ازاي؟ من خلال عمل فيلم وثائقي كامل عن السفريه، ده بيتم التحضير له او تم البدء في التصوير له، يعني من اول ما الفكره جت وبدات اخد فيها اجراءات ومحاوله التحضير وحاجات بالشكل ده، مرورا بقى بالتحرك والدول اللي تعدي عليها، تعدي على كميه مواقف وتجارب مختلفه تماما عن السفر بالطيران او السفر بالعربيه مثلا. تكون العجله وسيله نسبيا بطيئه يعني بتتيح اكبر قدر ممكن، اكبر مواقف ممكن تسجلها بالظبط. ربنا على العموم، احنا بنتمنى لك طبعا كل التوفيق يا محمد ان انت تكمل رحلتك، ويكون هناك ارشيف زي ما انت قلت لكل المواقف اللي مريت بيها خلال الرحله دي طبعا للوصول لمونديال في روسيا. بشكرك شكرا جزيلا محمد نوفل. طيب اخيرا مشاهدينا، خلينا دلوقتي طبعا نقول حضراتكم كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان بعد بكره ان شاء الله. بالمناسبه دي قناه اعلنت عن خريطه برامجها ومسلسلاتها لشهر رمضان الكريم، خلينا نتعرف عليها في التقرير التالي. مع حلول شهر رمضان الكريم تتنوع البرامج والأعمال الدرامية في هذا الشهر المبارك على شاشة قناة تن. نبدأها معكم بالأعمال الدرامية التي ستعرض على مدار الشهر. هارون الرشيد هو مسلسل تاريخي ضخم يتناول الفترة التاريخية في مرحلة ما قبل وصول هارون الرشيد إلى السلطة، وهو أضخم إنتاج عربي لعام 2018 وواحد من أضخم الإنتاجات الدرامية المحاكية للتاريخ. كابتن عزوز تدور فكرة المسلسل حول طفل مخترع يبحث دائماً عن الأفضل وعن النجاح، وهو بطولة الفنان سامح حسين مع النجمين بيومي فؤاد وإيمان السيد. أما مسلسل 30 ليلة وليلة فهو يجمع الفنان سعد الصغير وريم البارودي وبدرية طلبة، وهو من إخراج إبرام نشأت. وأخيراً مسلسل أمر واقع الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يكلف بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل تنفيذها، وهو بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر ونبيل الحلفاوي. أما برامجنا في شهر رمضان فنبدأها معكم ببرنامج رأي عام للإعلامي عمرو عبد الحميد بشكل جديد يلائم الطبيعة الرمضانية، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبد الحميد عدداً من مشاهير الإعلام والصحافة والفن والسياسة والرياضة في شتى جوانب حياتهم الإنسانية والمهنية على مائدة سحور رمضانية، بجانب مجموعة من الحلقات نكشف فيها عن استعدادات روسيا لكأس العالم والملاعب والمدن التي ستستضيف منتخب مصر في المونديال. وبرنامج أهل الشر للإعلامي نشأة الديهي الذي يفتح الملف الشائك في قراءة لصفحات تاريخ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، حيث يكشف البرنامج الأسرار والحقائق بالوثائق والمستندات والدلائل والبراهين الدامغة على تاريخ الجماعة الأسود. أما برنامج الخريطة للباحث إسلام البحيري فهو يستكمل ما عرضه في رمضان 2017 في برنامج الخريطة من تناول مفهوم التراث وتكوينه وكيف تقدس ووصل إلينا، ومن المقرر أن يكون الجزء الثاني بعنوان إعمال العقل في الإسلام. وعن رمضانهم للمحاور هيثم الصاوي فهو يجيب عن سؤال كيف يرى الأجانب والعرب رمضان في القاهرة. وبرنامج لو رأيناه للداعية أحمد الطلحي الذي يحرك مشاعر الحب والاقتضاء بالنبي محمد في أقواله وأفعاله وأحواله بمنهج وسطي متزن. أما برامج الطبخ في شهر رمضان فتشاهدون برنامج بيتك ومطبخك للشيفين غادة مصطفى وجلال فاروق، اللذين يقدمان العديد من الأطباق التي يشتهر بها المطبخ المصري. ثم برنامج صحتين للدكتورة كريس نصراني الذي يتناول العادات الصحية والغذائية والوصفات الشعبية والأكلات الجديدة لشهر الصيام.
ثم هناك برنامج أعظم سجين للشيخ عائض القرني، فقد اختار قصة نبي الله يوسف عليه السلام لأنها من أعظم القصص، حتى قال بعض أهل العلم أنها أعظم قصة سمعنا بها. وأخيراً جولات ميكو، حيث يواجه تحديات جديدة هذه المرة، وتحدياته لن يكون نوعها الطعام وإنما صعوبات السفر. سيعيش ميكو حياة السكان المحليين ويتعلم اللغة ويشاركهم عاداتهم وتقاليدهم ويعرض قصصهم وثقافتهم والعوامل التي تجعل من مناطقهم مناطق فريدة. زي ما حضراتكم تابعتوا في سياق التقرير، من ضمن الأعمال الدرامية اللي هتعرضها قناة تن مسلسل هارون الرشيد، اللي يعتبر أضخم مسلسل تاريخي بيتناول الفترة التاريخية في مرحلة ما قبل وصول هارون الرشيد للسلطة ثم توليه الحكم حتى وفاته، وده يعتبر أضخم إنتاج عربي لعام 2018. خلينا نشوف لقاءات حصرية مع أبطال المسلسل خلال كواليس العمل. إنها دولة وحكم وخلافة، ولن أسمح لأهواء أي أحد تنازع الملك. يخططون ويدبرون ويحاولون وضع يدهم على الخلافة. هذا العرش لي وعدي أنا. أنا إسماعيل بن يحيى الهاشمي، أبايع هارون الرشيد أمير المؤمنين. أنا سعيد جدا أن المسلسل حين عرض على قناة تين وعلى مجموعة من القنوات الأخرى وقنوات مصرية تاني. أول شيء أنا كنت سعيد جدا بتجربة سرايا عابدين، وتركت عندي شيء كتير مهم بحياتي، وشكرا إذا في متابعين من الجمهور المصري الكريم والعزيز اللي أنا كمان بفتخر فيه. هارون الرشيد عمل صعب ما لكم شايفين، وبعتقد بيحمل فكرة كتير كبيرة وإنتاج ضخم وإمكانيات كتير كبيرة، وعنا ممثلين من كافة يعني من كل الوطن العربي ونجوم، وأنا سعيد جدا بهي التجربة معهم. إن شاء الله نقدر نترك انطباع كويس جدا بهذا العمل، وإن شاء الله نقدر نقدم قراءة جديدة ونقدم عمل يعني يليق بذائقة المشاهد العربي خلال فترة شهر رمضان الكريم. هلا احنا بنتمنى طبعا نجاح، يعني بنتمنى نجاح لكل الاعمال الموجوده على قناتكم، على كل الاعمال الموجوده بالوطن العربي يعني بالنهايه، لكن يبدو انه حيكون ان شاء الله السنه هارون الرشيد هو المتميز نوعا ما. يعني في تعب كتير كبير مثل ما لك شايفه اكيد، وعم تشوف فينا احنا يعني درجه الحراره عم نصور فيها درجه حراره عاليه جدا، بس بالنهايه ان شاء الله يا رب يعني يلاقي النجاح المطلوب، هذا اهم شيء. بصراحه انا لما عرفت انه كذا محطه مصريه حيعرضوا مسلسل هارون الرشيد كثير انبسطت، لنتعرف على ثقافات بعض اكثر، لحتى يصير في سوق للعمل بين البلدان العربيه اكثر. بنرحب في قناه تن المصريه في مسلسلنا هارون الرشيد في موقع التصوير. المسلسل هذا مش ما بحطه في دائرة المنافسة بقدر ما أنه هذا عمل تاريخي، وإذا بنافس الأعمال التاريخية لهذا العام، لأنه لون مختلف عن المسلسلات الاجتماعية عن المسلسلات الصعيدية. فهذا العام الجمهور العربي والجمهور المصري راح يستمتع في هذه التجربة، لأنه إنتاج ضخم فيها نجوم من الوطن العربي. يعني بداية طبعا لا شك انه الجمهور المصري يعني من اهم الجماهير العربية بحجمها وبكمها وبذوقها بحكم التاريخ الطويل للدراما المصرية، وبالتالي هن لا يرضيهن اي شيء. يعني ربما كان الخيار لهذا العمل لانه هذا العمل فيه المقومات اللي الفنية والانتاجية والابداعية اللي ممكن بمعنى تقترب من مما يشاهدون ومما يرون. أول شيء أنا سعيد بأنه يعني الدراما العربية بدأت تدخل العرض المصري، يعني هي موجودة على القنوات الأخرى بس لأول مرة تكون في قنوات مصرية، وأنا سعيد بوجودي أصلاً داخل هذه الكوكب الكبيرة. وأعتقد أنه عملنا إن شاء الله راح يكون رقم صعب شوية في العرض، لأنه فعلاً في أسماء كثير مهمة، في إخراج مهام، في إمكانيات إنتاجية جيدة. عمل دور جعفر برمكي، هي شخصية جدلية كثير، وشخصية هي تقريبا حلقة الوصل ما بين الكتلتين الدراميتين في العمل، ما بين البرامبكة وبين هارون الرشيد وكتلة هارون الرشيد. أول شيء تحية لكم لأهل مصر الأشقاء. ثاني شيء إن شاء الله يا رب هيك ما يضيع تعبنا وعن جد يترك أثر حلو. هي شخصية تاريخية كلنا بنعرفها، العباسي أخت هارون الرشيد. ما رح نفوت بتفاصيل الشخصية، رح نتركها مثل
نتركها للمشاهد اللي هو يشوفها ويتمعن بتفاصيلها ويفهم ويحلل هاي الشخصيات الموجودة من خلال متابعته لإلنا. أمي تحرض علي القادم. أمك تثبت أركان الحكم. كمان مشاهدينا خلال شهر رمضان قناة تن هتعرض مسلسل 30 ليلة وليلة. هو مسلسل كوميدي بيتناول الواقع الاجتماعي المصري والتغيرات اللي حصلت في المجتمع خلال الفترة اللي فاتت بشكل كوميدي. تعالوا أيضا نتابع جزء من لقاءات مع أبطال العمل خلال كواليس التصوير. لقد وصلت سلالة العرش الملكي شهرزاد عبد الدايم شخرب لتتسلم خاتم التوريث. شادد سيفك وداخلين عليهم ونقول لهم ابوك سعيدي ما تخافش يا رنا. دور انا رئيس الحرس في المملكه، بس الحلو في المسلسل ان انت عارف رئيس الحرس ده بيبقى راجل وكور وبتاع، لان في خطط وحاجات كده بتاع، لكن اللي طالع ان انا حد انسان تافه جدا. كل ما نطلع حرب ما بنطلعش حرب، احنا عارف انت بنتصتل، واول ما نصيت دي يروح الحرب ما في تيجي مولانا تسالنا عملته في الحرب ولا لا، موتنا كل الاعداء حضرتك. دوري في المسلسل امر الزمان في المملكه، بنتابع كل يوم مع الملكه والحاشيه اللي حوالين الملكه، وانا واحده منهم اللي المفروض يبقى وريث للملكه ويلبس خاتم المملكه. بعمل دور اسمه خير زمان من المملكه، هو دوري كاتم اسرار الملكه شهرزاد، وحبيبتي بقى اللي هي فنانه بدريه طلبه طالعه اسمها قمر الزمان وكده، وهو لا كاتم اسرار ولا نيله بقى، هو العكس تماما، هو فضح يعني، هو بيقول كل حاجه. انا بلعب دور الوزير مأمون، الوزير مأمون ده دراع اليمين للملكه شهرزاد، وهو المسيطر شويه على الفكر يعني، لان طبعا احنا ما عندناش شهريار، عينه دايما على الكرسي. انا بلعب شخصيه مسرور في مسلسل 30 ليله وليله، اخرج استاذ ابراهيم نشأت وانتاج استاذ بلال صبري، واحنا بنعمل حاجه شبيهه لقصه شهرزاد وشهريار بس بشكل كوميدي يعني. انا بعمل ام سعد الصغير، طبعا بنعمله بشكل كوميدي ولذيذ، وعندنا ضيوف كتير قوي، كل حلقه عندنا نجم جديد ضيف للحلقه. والله انا عايشه في وسط شويه مجانين. انت يا غندور مش امك يا شهاده القصر؟ ايه؟ اوعى ايدك، اوعى ايدك. ايه؟ يا غندور ان ده ايه ده؟ مشيكة عاشوري. كل سنة وانتم طيبين والوطن العربي كله بخير، رمضان كريم. استنوني في المسلسل الكوميدي 30 ليلة وليلة. انتظرونا على قناة تن تي في، مسلسل 30 ليلة وليلة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وائل علاء. استنونا على تن تي في في رمضان بإذن الله، مسلسل 30 ليلة وليلة. حسام داغر. استنونا إن شاء الله في رمضان على قناة تن، مسلسل 30 ليلة وليلة، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. استنونا على قناة تن تي في. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كلام على مين؟ على تن. انسى الكلامنجية، تن مية مية. عملنا اللي علينا علينا وبنصب على الكل، ما احنا عملنا اللي علينا علينا وكده ميت ورد وفل. ولا الكلام على مين؟ الكلام على الكلام على مين؟ الكلام على تن، المية مية. انسى الكلامنجية، القناة بتاعتنا مية مية. رمضان كريم. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل رمضان بيهل وبتهل معاه أعمال الخير، إزاي بيتم تنسيق التعاون بين الحكومة والمنظمات الأهلية في برامج الخير في رمضان، وهل المساعدات دي بتكون سبب في تغيير مفهوم الفقراء خلال رمضان؟ خليكم انتوا بس معانا. سنة
وحضراتكم بألف خير. هل شهر رمضان وأيضا بتهل معاه أعمال الخير زي ما حضراتكم عارفين؟ هل ممكن نقول هي الناس مش بتفكر تعمل الخير إلا في رمضان بس؟ الحقيقة أن الإجابة على السؤال ده محتاجة شوية تفكير، خصوصا بعد ما يعني بقى في أعمال خير وجمعيات شغلها في الخير مستمرة على مدار السنة مش بس شهر رمضان. والخير مش في توفير الطعام فقط، لكن أعمال التنمية في مختلف يعني المجالات أصبحت أيضا عليها جمعيات قائمة في أعمال الخير. لكن يعني برضو شهر رمضان هيفضل هو الأكثر في أعمال الخير، هو الشهر اللي كل الناس بتحاول تتقرب فيه لربنا بأقصى ما تستطيع. إيه هي أعمال الخير اللي نظمت ليها الجمعيات الأهلية في مصر استعداد للشهر الكريم؟ وهل بتختلف أعمال الخير في رمضان عن باقي شهور السنة وليه؟ وهل تتعاون أيضا الحكومة والمنظمات الأهلية في برامج الخير؟ ومين هم المواطنين تحديدا اللي بيستهدف الوصول أو بتستهدف الجمعيات الوصول ليهم وتقديم المساعدات بكل أشكالها ليهم؟ أخيرا، هل هيتغير مفهوم الفقراء بسبب المساعدات دي ولا لا؟ ده الحقيقة هيكون محور نقاشنا في هذه الفقرة مع ضيوفي الكرام في الاستوديو. اسمحوا لي أرحب بضيوفي، الأستاذة سحر الشربيني مدير العلاقات العامة بدار الأرمان، تحياتي لحضرتك يا فندم. أيضا الأستاذة سمر لطفي مدير مكتب القاهرة التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، تحياتي لك يا فندم. ومشاهدينا أيضا بعد قليل هينضم إلينا الأستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير. لكن خلينا قبل ما نبدأ ونفتح باب النقاش حول هذا الموضوع نشوف التقرير التالي ثم نعود. مع اقتراب شهر رمضان من كل عام يكثف الأفراد والجمعيات الأهلية والحكومة من استعداداتهم لاستقبال الشهر الكريم الذي بات يعرف بشهر الخير لكثرة أعمال الخير فيه، حتى تحول الأمر إلى منظومة متكاملة تتعاون فيها الحكومة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية خلال الشهر الكريم، أملا في توصيل خدمة ودعم يليقان بالمواطنين من محدودين الدخل والطبقات الفقيرة خلال الشهر، وهو ما تمثل في تأكيدات وزارة التضامن الاجتماعي على تنسيق الجهود فيما بين الجمعيات الأهلية مع الاستفادة من قاعدة بيانات الفقراء لدى الحكومة لترجمة هذا التعاون في مبادرة شهر الخير التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع كبرى الجمعيات الأهلية التي وضعت الفقراء على مستوى المحافظات هدفا لها. المبادرة تعتمد على خرائط الفقر لدى وزارة التضامن الاجتماعي، سعياً إلى وضع خطط لتوزيع المساعدات المالية والعينية والمواد الغذائية على القرى الأكثر فقراً من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية لضمان عدم تكرار توزيع المساعدات على المناطق نفسها. مبادرة شهر الخير تقدم الدعم للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان، فهل تحتاج القرى الأكثر فقراً إلى استمرار المبادرات من هذا النوع طوال أشهر العام؟ أم أن خريطة الفقر تتغير خلال شهر رمضان فقط؟ طيب، تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاش حول هذه الفقرة الهامة، والبداية من حضرتك أستاذة سحر. بشكل عام خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل الخاصة طبعا بدار الأرمان وما تقدمه من خدمات أو مساعدات للفقراء والمحتاجين، بس خلينا نعرف الأول هل نشاطكم في شهر رمضان بيختلف عن باقي شهور السنة ولا لا؟ بالنسبة لنا في جمعية الأرمان احنا عندنا أنشطة كتيرة جدا مستمرين فيها طول السنة، لكن في المواسم زي رمضان طبعا فبيبقى النشاط الأكبر أو الأوضح أو الأكثر أو التركيز عليه أكثر طبعا هو نشاط الكرتونة، توزيع كراتين رمضان، يمكن دي بتبقى سمة عامة في أغلب الجمعيات، ولكن بقية الأنشطة بتاعتنا طبعا شغالة زي ما هي على مدار السنة. وبتستمر هذه الأنشطة برضو شغالة في رمضان طبعاً، ولا في رمضان يعني تتوقف والاتجاه كله بيروح لموضوع المساعدات الغذائية اللي هي كرتونة رمضان؟ تمام، لا طبعا الكرتونة بتبقى نشاط مضاف زي بالضبط البطانية في وقت الشتاء، تبقى كل الأنشطة شغالة ولكن بيبقى التركيز شوية على النشاط الموسمي ده، زي البطانية زي الكرتونة زي لحوم الأضاحي، كل نشاط حسب الموسم بتاعه. يعني مقارنة بالشهور التانية نقدر نقول كرتونة هي الأبرز في رمضان. مظبوط. أنتوا موسميين شوية في موضوع المساعدات صح؟ لا، إحنا عندنا المساعدات شغالة على مدار السنة.
بس هي الفكرة كلها ان احنا مفهوم المساعدات ايه؟ هل هي فقط مساعدات كرتونة؟ هل هي فقط بطانية؟ هل هي فقط لحوم الأضاحي؟ لا، هو انا لما باجي اعمل عملية قلب لرب أسرة ده نوع من انواع المساعدة. لما بدي قرض حسن لشاب او لأرملة او لمرأة مهجورة او لمطلقة علشان يبقى في عندها مصدر دخل تقدر تنفق منه على اولادها، ده نوع من انواع المساعدة. عمليات القلب، عمليات العيون، يعني زواج اليتيمات، بتقدموا خدمات طبية، خدمات يعني يعني مادية في شكل مواضيع اجتماعية زي الزواج وغيره. يعني عندكم أنشطة مختلفة مش طبعًا بس طبعًا. وكمان بتدوا يعني فلوس أو يعني خلينا نقول مساعدة مادية، بتدوا للمحتاجين مساعدة مادية. في عندنا بند مساعدات نقدية للأسر الأكثر احتياجاً، البند ده بيتم إعادة تقييمه كل 6 شهور، لأنه جمعية الأورمان مش هدفها أسهل حاجة في الدنيا إن الجمعيات الأهلية تدي مساعدات نقدية، دي أسهل حاجة. لكن هل المساعدات النقدية دي هتعمل تنمية للفرد ده أو لرب الأسرة دي؟ بكل أسف لا. فعشان كده احنا بنعمل إعادة تقييم للحالات اللي عندنا كل 6 شهور علشان الحالة اللي هتخرج من الليستة اللي عندنا نخرجها، ودي معناها أنها بتخرج أنها بقت قادرة على أنها تعول نفسها. فاحنا بند الإعانات النقدية ده موجود بالفعل عندنا، ولكن احنا بنعمله في أضيق الحدود، لأنه جمعية الأورمان مش هدفها أن أنا أوزع فلوس نقدية، لكن هدفها أنه الإنسان يبقى عنده مصدر دخل. قاعدة بيانات لدى فندم بتستخدموها في التعامل مع اللي هيتم تحديدهم الأولى بهذه الخدمات أو التبرعات أو المساعدات؟ تمام، بالتأكيد. قاعدة البيانات دي موجودة عندنا من خلال مكاتبنا اللي منتشرة في محافظات الجمهورية. كل مكتب بيبقى مسؤول عن إن هو بيعمل أبحاث عن القرى وعن النجوع اللي جوه المحافظة دي، مش بس بنبقى في مركز المحافظة، لا في كل مراكز المحافظة. وعن طريق قاعدة البيانات دي بقدر أحدد، يعني إحنا بندخل القرية بنعمل لها زي مسح كده كامل، الأرامل إذا كان في حد ذوي احتياجات خاصة، إذا كان في حد محتاج عمليات، إذا كان في حد محتاج إعادة إعمار لبيته. إعادة الإعمار بقى بالمعنى الشامل بتاعه، لو توصيل مياه، توصيل كهرباء، إعادة إعمار للبيت نفسه وتقديم أثاث أو مفروشات يعني للبيت نفسه. دي بتبقى وظيفة مكاتبنا في المحافظات. إن هي تعمل لنا قاعدة البيانات دي. قاعدة البيانات دي اللي احنا بنعتمد عليها بعد كده في شغلنا كله على مدار السنة كلها. تمام. طيب أستاذة سمر، برضو يعني خلينا نتكلم شوية أيضا عن مؤسسة مصر للخير. هل المؤسسة برضو نشاطها بيختلف في رمضان تحديدا عن باقي شهور السنة، ولا يعني أنشطتكم مستمرة لكن ممكن يكون هناك يعني أولوية لنشاط معين في رمضان؟ الأول عايز أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بأستاذة سحر وشركاء الخير. يعني لولا المجتمع المدني وكلنا شركاء مع بعض مش هنقدر نعمل حاجة. مصر الخير هي شغالة على خمسة سكوبس عندنا: الصحة والتعليم والبحث العلمي ومناحي الحياة والتكافل الاجتماعي. هنقول رمضان احنا الحملة بتاعتنا اسمها حملة إفطار 10 مليون صائم، وهي حملة من الميجر يعني ميجر بروجكت أو الميجا بروجكت الكبيرة للمؤسسة بتشتغل عليها. هنقول هو من أكبر المشروعات اللي بتشتغل عليها المؤسسة، بس في نفس الوقت كل المشاريع اللي احنا شغالين عليها موجودة في نفس الوقت، كلهم شغالين بالتوازي. مفيش أي مشروع بيقف، مش بس مساعدات إنسانية ولكن تطوير المدارس، بناء المستشفيات، المنح الدراسية لجوه مصر وبره مصر، والتدريب من أجل التشغيل. كل المشروعات بتاعتنا شغالة على مدار السنة، ما بتقفش عشان خاطر حملة معينة. احنا مش قطاع واحد أو قطاعين، هم 5 قطاعات، كل واحد بيبقى مسؤول عن البروجكت بتاعته، وبالتالي مفيش حد بيتأثر بالتاني. ولكن خلينا نقول ان المجهود بيتكثف وكلنا بنتكاتف في المؤسسة من اجل نجاح مشروع حملة افطار 10 مليون صائم. 10 مليون صائم مش بس بنتكلم على كرتونة، ولكن احنا بنتكلم على خيم رمضان، عندنا 60 خيمة. عندنا توزيعات خارجية للوجبات للناس المتعففين والمرضى وكبار السن في بيوتهم. عندنا كرتونة رمضان وهي اكبر كرتونة في مصر، 25 كيلو. عندنا افطار مسافر، وهنا بنترجت
الناس اللي هم على طريق السفر اللي احنا يعني انتوا اخترتوا تحديدا افطار 10 مليون صائم مش 10 مليون محتاج او 10 مليون فقير. انتوا الافطار ده لاي حد صائم بالظبط، يعني ده الهدف بتاعكم مش يعني الفقير او المحتاج بس. تمام، احنا لو هنتكلم على المحتاج بس، احنا بقول لك في توزيعات خارجيه دي وجبات سخنه مكونه من كل المكونات الغذائيه المناسبه بتروح للفقراء في القرى الاكثر احتياجا وبتروح للناس في بيوتها، ولكن الخيام وافطار مسافر هي افطار صائم ايا كان هو على طريق سفر او جاي داخل عندنا الخيمه فهو كله صائم. الكراتين برضو بتروح للاماكن الاكثر احتياجا والقرى الاكثر فقرا. كل المشاريع دي تندرج تحت حمله 10 مليون صائم. ليه تحديدا رقم 10 مليون؟ يمكن يعني الحمله بتاعتكم دي طبعا بقالها اكتر من سنه، ليه تحديدا 10 مليون؟ وهل فعلا بتستهدفوا الرقم ده؟ يعني لو على سبيل المثال السنه اللي فاتت، هل فعلا استهدفتوا الرقم ده ال 10 مليون صائم وتم افطارهم بكل القطاعات بقى اللي حضرتك ذكرتيها؟ احنا السنه اللي فاتت كان التارجت بتاعنا 5 مليون بس، والحمد لله قدرنا نعمل اكتر من التارجت. السنه دي 10 مليون وواثقين باذن الله ان احنا هنعمل اكتر من كده. احنا يعني بنزود العدد ضعف، مش بس علشان في محتاجين ولا في صائمين ولا لا، بالعكس هي المؤسسه الحمد لله عشان بتكبر قوي وقادرين نوصل لاماكن اكتر وشغلنا بيوسع، فاحنا واثقين في قدراتنا، فاحنا بنعلي الرقم بس متاكدين احنا كمان هنعمل اكتر من 10 مليون. طيب عندكم برضو قاعده بيانات بتعتمدوا عليها طبعاً، وخصوصا لما نتكلم عن القطاعات الثانيه اللي بتقدموا فيها خدمات البحث العلمي المجال الصحي وغيره، بتعتمدوا عليها عشان تحددوا الفئات الاكثر احتياجا او الاكثر فقرا؟ احنا اي حد بنقدم له خدمه هم كلهم مستحقين، خلينا ما نقولش مستفيدين او حياتهم مستحقين عشان ده حق علينا ان احنا نساعدهم. كل المستحقين دول بيدخلوا على داتا بيز عندنا اسمها CRM، وده يمكن اكتر الداتا بيز المتطوره الموجوده في مصر. ده بيقدر يخلينا نبقى عارفين مين اخذ ايه وامتى وايه التقدم بتاع او ايه التطور بتاع الحاله نفسها. فكل حاجه عندنا بندخلها على السيستم اللي هو CRM، سواء كان بقى مساعدات فرديه او كانت حملات او مساعدات انسانيه، ايا كان شكل الخدمه اللي بنقدمها كله بيدخل على داتابيز. شايفه ان الدوله بتتعامل مع قاعده البيانات الخاصه بالمحتاجين او الفقراء بشكل واقعي فيما يتعلق بهذه الشريحه ومستحقي الدعم ايضا، ولا لا يعني محتاجين تطوير في هذه القاعده؟ خلينا نقول احنا ما نقدرش ننكر دور الجهات الحكوميه معانا، احنا لولا التصاريح اللي احنا بنقدر ناخد عليها علشان نطلع خيمه او الاماكن اللي بنقف نوزع فيها افطار مسافر او دعمهم معانا سواء التضامن الاجتماعي او الجهات كلها ان احنا نوصل للناس الاكثر احتياجا بناء على الداتا بيز الموجوده في الوزاره وموجوده عندنا في المؤسسه من خلال قطاع المسح الشامل اللي بنعمله في المؤسسه. فاكيد الجهات الحكوميه كلها ليها عامل رئيسي ان احنا نقدر نوصل وان احنا ننجح ان احنا نوصل للاكثر احتياجا، بالذات ان احنا ممكن نعرف مين اخذ من جمعيه ايه قبل كده. برضو وزاره التضامن بتبقى عارفه ايه الجمعيات اللي اخذت من كذا مكان او ايه المستحقين اللي اخذوا، فكل ده بيساعدنا ان احنا نوصل للناس المستحقين. طيب بخصوص ايضا المناطق تحديدا، هل في مثلا مناطق بعينها بتعملوا مثلا بحث اجتماعي او بتعملوا خلينا نقول زي استفتاء مثلا او يعني بحث الحاله، او ولا مناطق مركزيه بس هي اللي بتتعاملوا معاها، ولا في محافظات معينه قرى معينه هي اللي بتكون اولى بوصول الخدمات ليها؟ انا خلينا اقول لك احنا شغالين على كل الجمهوريه، شغالين في حلايب وشلاتين وادي جديد حتى شمال سيناء هنوزع فيها برضه وجبات سخنه. احنا بس ما قدرناش نعمل خيمه علشان التجمعات والوضع الامني، ولكن احنا شغالين في كل الجمهوريه وجنوب سيناء كل الاماكن شغالين فيها حتى مرسى مطروح. خلينا اقول لك احنا يعني في مشروع معين شغالين عليه في المؤسسه اسمه المسح الشامل، او بندخل يعني بمعنى بسيط ان ندخل الكره بنعمل لها مسح، بنعرف في كام وحده صحيه، في كام مدرسه، ايه المشروعات اللي ممكن تنجح جوه القريه دي، هل المدرسه دي محتاجه تطوير ولا لا، هل الوحده الصحيه دي قادره تخدم الناس اللي في المنطقه دي ولا محتاجه تتوسع. ودي بتبقى مشاريع شغالين عليها طول السنه واللي من خلالها بنقدر نوصل للمستحقين الحقيقيين. فلما بنيجي بقى وقت حمله بنبقى عارفين ايه فعلا ايه هي الاماكن الاكثر احتياجا، وبالتنسيق مع الجمعيات الصغيره بتبقى موجوده جوه الاماكن دي بنقدر نوصل للمستحقين الفعليين. تمام. طيب مشاهدينا خلينا نروح لفاصل لينضم الينا ايضا ضيفي الاستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الخير.
مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. يعني معانا دلوقتي أيضا الأستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير. أستاذ هاني برحب بحضرتك فندم. يعني خلينا برضو نتكلم عن تحديدا تخصص المؤسسة اللي حضرتك يعني تمثلها الآن. أنتوا عندكم جانب أساسي وهي مبادرة عينك في عينينا أو عينيك في عينينا. هل هذا الجانب من المبادرة أيضا مستمر خلال شهر رمضان، ولا يعني طبيعة العمل برضو بتختلف في رمضان عن باقي شهور السنة؟ تمام، خليني بس أقول لحضرتك أن احنا يعني يمكن صناع الخير مهتمة شوية بموضوع الصحة. احنا شايفين أن الصحة دي حاجة مهمة جدا. المواطن من غير الصحة ما يقدرش يتعلم، ما يقدرش يشتغل، بناء عليها هيبقى عبء على الدولة. فهيبقى طبعا الدولة هتتكفل بيه في معاش ضماني أو تكفل وكرامة. فلازم نهتم بموضوع الصحة. وطبعا مؤسسات الأهلية كبيرة زي حتى يمكن قاعدين معنا الأمانة مصر الخير، المفروض إن هم الشريك أو الذراع الأيمن للمؤسسات الحكومية. فلازم نساعد، لازم يبقى في تشبيك بينهم وبين بعض. فاحنا الحمد لله اشتغلنا، كنا في 2017 فيروس سي، عملنا 630 ألف مواطن، عملنا لهم مسح. قدرنا الحمد لله نعالج عن طريق برضه وزارة الصحة حوالي 70,000 مواطن. السنة دي واحنا شغالين ابتدينا نشوف ايه اللي المواطن برضه في ايه اللي بيشتكي منه. لقينا ان في موضوع العيون ده موضوع كبير وبدأ يعني يبقى حاجة خطيرة على مصر. لأن حتى منظمة الصحة العالمية عملت بروتوكول تعاون مع مصر وقالت ان في حوالي 1,000,000 مواطن مهددين كل سنة بالعمى. فطبعا ده كان لازم نتحرك ولازم نشوف الموضوع ده. فالحمد لله ابتدينا من شهر يناير اللي فات ده، 1 يناير نزلنا وعملنا مسح للقرى والمحافظات. اشتغلنا السنه دي احنا مستهدفين 10 محافظات. الحمد لله عملنا حوالي لغايه دلوقتي حوالي 50,000 مواطن، عملنا لهم كشوفات ومسح. عملنا لغايه دلوقتي برضه حوالي 5,500 تدخلات جراحيه وعلاج ونضارات. فموضوع عينيك في عينينا احنا مستمرين، مش لحد حتى 2020، لا احنا مستمرين على طول. لان احنا كمان من واجبنا نعمل موضوع التوعيه. التوعيه مهمه جدا عشان الموضوع ده ما يرجعش حتى تاني. طب الحملات دي اللي انتوا بتستهدفوا بيها الحقيقه رقم كبير جدا، حمله عينيك في عينينا وقبلها برضو حمله فيروس سي اللي حضرتك قلت لي عليها. برضو هل بتستهدفوا يعني شريحه معينه من المجتمع وهم الاكثر احتياجا او الاكثر فقرا، ولا يعني الحملات الطبيه دي يعني موفره لكل اللي محتاج يعمل ده او عنده المشكله الصحيه دي؟ احنا لما بننزل بفريق طبي متخصص وبننزل اي قريه بننزل بنكشف على كل الناس. حتى مش لا انا هقول لحضرتك بنكشف على كل الناس حتى على اساس حتى كله يطمن على نفسه. انما اللي بيعمل العمليه ده او بياخد علاج او بياخد نظاره لازم ان هو يبقى غير قادر. تمام. ولذلك بيعمل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعي عشان نتاكد ان هو غير قادر، وبناء عليه بتعمل له العمليه. انما الكشف ده لا، انا الكشف ده ما بيكلفنيش حاجه قوي يعني. فبالعكس المواطن كلهم من حقهم يجي. ففي خدمه بتقدمها للعموم ده غير التوعيه اللي انا بعملها. في فريق طبي برضه بيبقى بيتكلم عن ازاي المرض ده ما ينتشرش، ازاي ان انا اخلي بالي من تلوث معين، ان انا لما هيجي حاجه معينه في عينيا ما اروحش صيدليه زي ما بنعمل، لا نروح لدكتور ونكشف ونطمن على عينينا وهكذا. وبناء عليه انتوا في شهر رمضان برضو هو ده النشاط بتاعكم مستمر في نفس الاطار؟ مستمرين ومعانا بعض حاجات ثانيه طبعا عشان رمضان شهر خير. زي ايه بقى في رمضان؟ احنا طبعا عاملين بروتوكول تعاون مع وزاره القوى العامله، المهندس محمد سعفان طبعا بنشكره، لان هو البروتوكول ده بيستهدف العماله الغير منتظمه واللي هم العماله اللي هم ما عندهمش تامين، ما عندهمش اي حاجه. واحنا الحمد لله حتى عملنا قفزتين، واحده في العاصمه الاداريه واحده في الجلاله. وكان معانا سياده الوزير، وعاملين بروتوكول تعاون مع وزير التربيه والتعليم عشان برضو ابنائنا في المدارس القرنيه المخروطيه عندهم حاجه اسمها قرنيه مخروطيه بدات تنتشر، ودي يمكن ما حدش بياخد باله منها قوي. فهننزل برضو نعمل لهم كشف ان شاء الله ومسح، وهنعمل موضوع كمان جديد اللي هو الانيميا. وهنعالجهم برضو ده للأطفال. الحاجة التانية الموضوع بقى الموسمي اللي هو بتاع رمضان، احنا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرضو بنشكرهم جدا على تعاونهم معنا. كانوا ادونا مواد غذائية وزعناها الفترة اللي فاتت، ومستمرين في رمضان اللي هو كرتونة رمضان ان شاء الله. يعني برضو انتوا معاكم كرتون ان شاء الله. وفي بس حاجه تانية اقول اخيره معلش، برضو ان شاء الله هنطلع على ابو شلاتين، لان هم في هناك موضوع يعني موضوع المياه عندهم موضوع صعب جدا. يمكن ممكن نبقى نشرحه بالتفصيل.
طيب وهنوزع كراتين ان شاء الله. هنيجي موضوع حلايب الشرايين ده، لان انتوا كده يعني وصلتوا ل يعني مناطق بعيده جدا في مصر، وده شيء هايل ان احنا نغطي القطاع الجغرافي كله لخريطه جمهوريه مصر. طيب ارجع لحضرتك مره اخرى استاذه سحر، وزيره التضامن يمكن في الاجتماع مع الجمعيات المشاركه في مبادره شهر الخير اكدت انه لازم يكون هناك تعاون ما بين هذه الجمعيات ويكون في تواصل بشكل مستمر عشان تكملوا بعض، يعني ما يبقاش كل واحد بيشتغل في مكان منعزل لوحده. مزبوط. هل ده فعلا بيحصل؟ وكمان استكمالا لكلام حضرتك، ما يبقاش في اكتر من جمعيه بتوزع مثلا كراتين في نفس القريه، فمثلا عندنا حاجه معينه بنعمل فيها يعني خير كتير وحاجه تانية ما فيهاش يعني تواصل او ما فيهاش شكل كبير من الخير بيقدم في خدمه معينه او يعني هدف معين. بالظبط، هو التكامل ده او التنسيق ما بين الجمعيات ده بيتم طبعا تحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي، بحيث ان كل جمعيه قبل بدء اي موسم او هي شغاله على مدار السنه في كل الانشطه بتاعتها بتبقى عارفه انه مثلا جمعيه الاورمان هتدخل تعمل اعاده اعمار في محافظه بني سويف في مركز كذا في قرى كذا وكذا، مصر الخير هتدخل تعمل اعاده اعمار في قريه تانية ممكن يبقى في نفس المحافظه بس في مكان تاني. بالظبط، تمام، علشان ما يتكررش زي ما حضرتك قلتي توزيع المساعدات في يبقى مركز في مكان واحد وباقي الاماكن التانية تكون محرومة. مظبوط مظبوط، تمام. طيب كلمتيني حضرتك عن، وده يمكن المشروع الاساسي ليكوا كمؤسسه الاورمان، وهي كرتونه رمضان. كرتونه رمضان دي بقى السنه دي محتواها ايه؟ زي كل سنة السلع الرئيسية اللي بتحتاجها الأسرة المصرية عموما بقى، سواء كنا بنتكلم الأسرة المصرية اللي عايشة في المدينة أو الأسرة المصرية اللي عايشة في الأرياف، رز، مكرونة، السمن، صلصة، عدس، بلح، فول، دي الحاجات الرئيسية اللي موجودة في الكرتون عندنا. وعايزة أوضح حاجة بس عشان إيه، ممكن في بعض الناس بتقول بس كرتونة واحدة للأسرة، بس عايزة أقول حاجة على بالنسبة للمرأة في الريف، هي أشطر مننا شوية من التدبير جدا جدا، مش قادرة أقول لحضرتك قد إيه هي أشطر مننا كتير. هي بتقدر تطلع من الكرتونة دي اللي ممكن أنا لو شفتها أو أي سيدة قاهرية شافتها هتقول لا ده قليل مش هيكفيني طول الشهر، لا هي بتقدر تكفيها طول الشهر، وبتتصرف زي ما بيقولوا ان هي يعني بتنتج بتعمل حاجات ومأكولات بتكفيها وبتكفي عيلتها على مدار الشهر. احنا عندنا ممكن تكون سياسه التخدير شويه في الحاجه اللي هو ممكن اعمل الاكله وناكل نصها ونصها يترمي، فده اللي بيحصل. لكن الست الريفية عندها هناك لا، هناك مش كده خالص، هناك هي الست مدبره جدا. علشان كده احنا بنلاقي انه شريحه المراه في الارياف هي كتير جدا بتبقى مسؤولة عن البيت، لأنه احنا عندنا المرأة هناك ممكن تكون أرملة، ممكن تكون مطلقة، ممكن تكون مهجورة، ويمكن لفظ المهجورة ده مش دارج قوي عندنا، ما نعرفهوش. هي دي المرأة اللي جوزها ما بيبقاش موجود وهي مش عارفة إذا كان، عشان عندنا نسبة المرأة المعيلة في مصر نسبة كبيرة جدا. بالظبط بالظبط، والعدد المرأة المهجورة زاد لدرجة أنه تم تقنين وضعها، يعني هي الست لما زوجها بيغيب 3 سنوات بتقدر تروح القسم اللي تابع اللي سكنها تابع ليه، بتطلع شهادة اسمها شهادة هجر. شهادة الهجر دي بتخلينا نقدر نعملها بالظبط كأنها زيها زي الأرملة، لأن ملهاش عائل. وهناك في الأرياف البنات بيتجوزوا صغيرين، فممكن جدا حضرتك تلاقي المرأة المهجورة دي عندها مثلا 20-25 سنة ومعاها 6-7 أولاد، وحماتها قاعده معاها في البيت ومامتها قاعده معاها في البيت، وهي اللي بتبقى مسؤوله عن العدد ده كله. فهي بالفعل المراه في الريف المصري قويه جدا، يعني رغم الظروف الصعبه اللي هي ممكن تكون بتعيش فيها، بس هي مراه قويه جدا. انتوا هنا بقى كأورمان بتساعدوها بقى بغض النظر عن رمضان، بتساعدوها مثلا ان هي تعمل مشروع صغير طبعًا. بتساعدوها بمساعدات ماديه بشكل معين، يعني ده كله ممكن تعملوه عادي مع بالظبط. طبعا احنا عندنا مشروع القاره ده حاسه يمكن اكتر مشروع احنا كنا معروفين فيه في جمعيه الأورمان من زمان قوي، اللي هو مشروع رؤوس المواشي. ده مشروع يعني يمكن احنا بداناه، لو اقول لحضرتك يمكن من اكتر من 15 او 18 سنه. ده مشروع بيفرق جامد جدا، لانه اولا هو متوائم جدا مع البيئه في الريف،
وثانيا هم هناك سواء كانت مرأة أو رجل تعرف تتعامل بالزبط. مع الطبيعة بالزبط. المشروع دي ده دي المهنة بتاعتهم هناك فبيبقى سهل جدا بالنسبة لها بتعرف تستفيد منه كويس جدا وبعدين بيبقى ملكها هو كل المشروعات اللي احنا بنقدمها هي بتبقى ملك للحالة المستحقة من أول يوم. انتوا يمكن ما عرفش حضرتك تصححي لي الرقم تقريبا انتوا وزعتوا في الأرمان لحد دلوقتي من سنة 2000 لحد يعني آخر شهر رمضان اللي فات كان 1.5 مليون كرتونة. مظبوط. بتستهدفوا السنة دي كم كرتونة؟ احنا السنة دي بنستهدف حد أدنى 250 ألف كرتونة قابلة للزيادة طبعا على حسب الأعداد اللي بتظهر أول بأول. تمام. طيب أروح لحضرتك أيضا أستاذة سمر، يعني التبرعات طبعا انتوا كمؤسسه بيبقى فيه ميزانيه خاصه بالمؤسسه، هناك ايضا تبرعات اللي بتعتمدوا عليه اكثر في الانشطه بتاعتكم، هل ميزانيه المؤسسه ولا التبرعات؟ يعني نسبه مين اعلى؟ طبعا التبرعات هي اللي قايمه عليها كل المؤسسات وكل المجتمع المدني، حتى لو احنا عندنا بادجت او عندنا مبلغ محدد او موازنه يعني جوه في المؤسسه لكن برضو بنعتمد على التبرعات، بس برضو احنا عندنا في المؤسسه بيبقى فيه زي مشاريع دايمه يعني بتدخل زي ربح للمؤسسه عشان نقدر نوصل للاستدامه. بس ما نقدرش نستنى التبرعات، هي اللي على اساسها بنقدر نكمل الحملات والشغل بتاعنا كله. طيب المشاريع دي أو الأنشطة دي ممكن برضو تستهدف مثلا يعني هل العاملين فيها يعني موظفين عاديين ولا بتستهدف مثلا ممكن مشاريع نوظف فيها حد أو نساعد فيها حد يبقى جزء من أجزاء أو أعمال الخير برضو؟ إحنا عندنا مصنع أبيس للسجاد تمام موجود في اسكندرية، هو بيعلم إزاي يعملوا سجاد يدوي، ده بيبقى الغارمات اللي هم طلعوا من السجون فبنقدر نعلمهم أو قدرنا نسدد ديونهم، بنعلم ازاي يعملوا سجاد اليدوي ومنها يدخل ربح ليهم ومنهم مشروع برضو للمؤسسه. عندنا شركه ارض الخير هي يعني ليها كذا نشاط بس منها الثروه الحيوانيه برضو نفس الموضوع، بيبقى في مشاريع بتروح للشباب وعلى اساس يعني الدخل بتاع المشروعات ديت المؤسسه بتقدر تشتغل. تمام. استاذ يعني حضرتك قلت لي احنا كمان عندنا يمكن حلايب وشلاتين وده الجديد تحديدا في برنامجكم في رمضان السنه دي. تمام. وضح لنا تفاصيل اكثر وانتم بتستهدفوا المنطقه دي عشان يعني نوع الخدمه اللي هتقدموها للمواطنين فيها، هل تنمويه طبيه ماديه عينيه، ايه نوع الخدمه بالظبط؟ بص حضرتك احنا في ثلاث حاجات هنقدمهم ان شاء الله. طبعا اول حاجه القوافل بتاعتنا كعيون هنروح بيها ان شاء الله لحد هناك، وانا برضه نسيت اقول ان الحمد لله حمله عينيك في عينينا واخده رعايه رئيس الوزراء، يمكن دي اول مره حمله تاخد رعايه رئيس الوزراء. الحاجه الثانيه هنعمل موضوع الكراتين هنوزعها هناك ان شاء الله. الحاجه الثالثه والمهمه جدا اللي انا حتى بناشد بيها المواطنين دلوقتي انهم عندهم مشكله جدا في موضوع الميه، المحطات الميه عندهم حتى اللي موجوده محتاجه رفع كفاءه وحاليا مش شغاله خالص. بتعملوا مشاريع تنمويه كمان؟ ده طبعا هو احنا اسمنا صناع خير للتنميه، التنميه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. ما التنميه دي ليها قطاعات مختلفه اكيد طبعا في تنميه صحيه دلوقتي حضرتك بتقول احنا ممكن كمان نعمل مشاريع صرف صحي توصيل ميه احنا بنعمل طرق يعني احنا كل ده احنا فعلا كمان من يعني ان شاء الله من ابتداء من الشهر الجاي داخلين برضه في توصيلات الميه سواء في الفيوم او سوهاج هنبدا بيهم. طبعا انا بس موضوع هناك محطات الميه يمكن انا جالي حتى شخصيا تليفون امبارح ان الناس هناك بيشتكوا مش عارفين يشربوا ميه، ما عندهمش ميه وداخلين على رمضان. ده كل ده عشان خاطر يعني صيانه بتكلفه 25000 جنيه بس للمحطه، ان هو بيجيبوا مواتير بيجيبوا فلاتر بس وبناء عليها يجي لهم ميه. فاحنا ان شاء الله نحاول نبقى باسرع وقت نخلص الموضوع ده، وان شاء الله ده دورنا الايام الجايه دي الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب موضوع الخدمات الطبيه تحديدا زي يعني ابرز مبادره او نشاط ليكم اللي هو مشروع عينيك في عينينا او مبادره عينيك في عينينا، يعني مستمره في رمضان بس بيبقى نسبه الاقبال او العمل فيها بشكل كبير في رمضان ولا بيقل عن الشهور التانية؟ يعني بالتجربه مع فيروس سي السنه اللي فاتت لا طبعا بيقل، في رمضان بيبقى العدد اقل من كل العدد لان طبعا الصيام والكلام ده. بس احنا ويمكن احنا قوافلنا هتقل برضه شويه في رمضان، انما احنا مستمرين لان احنا بيجي لنا كمان حالات فرديه على طول، يمكن حتى عن طريق البرنامج بتاعكم ارجو بس مش بيتوقف. لا طبعا ما ينفعش يتوقف. يعني انا برضو يمكن انا اسمح لي اقول خط ساخن ليا عشان لو جاي اي حاله أكيد. اي حاله محتاجه اي حاجه في العيون احنا تحت امرهم. على خط الساخن بتاعنا 1501 مهما كانت العمليه ايه، قرنيه ميه بيضه ميه زرقاء اي عمليه نقدر نقوم بيها حتى لو نضاره. فتحت امر اي حد يعني.
تمام. طيب أستاذة سحر، برضو عايزة أسأل حضرتك، يعني موضوع توزيع الكراتين الخاصة برمضان تحديدا، أنتوا إزاي بتقدروا تتأكدوا أن الكراتين بشكل فعلي وصلت لمستحقيها؟ تمام. يعني بعد، وإزاي كمان بتحددوهم؟ يعني بتحددوا الأسر المستحقة وأن تتأكدوا أنها فعلا وصلت الكرتونة للي يستحقها؟ إحنا دايما بنراعي في جمعية الأورمان أنه يكون توزيع المساعدات الموسمية زي الكرتونة والأضاحي والبطانية بشكل يحفظ للأسرة دي كرامتها. جزء من التوزيعات بيتم عن طريق المندوبين بتوعنا للبيت نفسه، يعني المندوب بيبقى عارف القرية دي، هو عارف البيوت المحتاجة فيها، بيبقى العربية موجودة والمندوبين موجودين بينزلوا يوزعوا في البيوت نفسها. ده من قاعدة البيانات اللي عنده. من خلال قاعدة البيانات طبعا. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 27 مكتب مغطيين الجمهورية بالكامل من سنين طويلة، فعندهم قاعدة بيانات ضخمة جدا. الجزء الثاني من التوزيع بتزيدش كل سنة؟ بتزيد طبعا. يعني ممكن مثلا مكان معين أو قرية معينة أنتم مستهدفين فيها السنة اللي فاتت 50 أسرة فقيرة. تمام. مثلا أو محتاجة. تمام. السنة دي ممكن العدد يزيد؟ بيزيد ازاي؟ خلينا نقول بيتغير، يعني خلينا نقول بيتغير، لانه لو انا اسره قدمت لها السنه اللي فاتت مشروع تنموي تقدر تبدا يبقى تعول نفسها بيه، دي خلاص بتخرج من دائره الاحتياج. ممكن بقى اسره تانية تدخل مكانها، وممكن جدا انه بيبقى فيه في قرى تانية جنبها او في الكفر اللي جنبها او في النجع اللي جنبها أسر جديدة بتدخل عندي في قاعدة البيانات عندي. الشق الثاني من طرق التوزيع عندنا بنختار مكان، أحيانا بيبقى في بيت العمدة نفسه أو في يعني المكان الملحق ببيت العمدة، في مركز الشباب مثلا اللي في القرية دي، ممكن أحيانا بيبقى في الوحدة الصحية. بنعمل زي ترتيبة كده كراسي وخيمة وبتتقفل، وبيبقى فيه الأسر أكثر احتياجا موجودة، وكل أسرة معاها الكارنيه بتاعها، وإحنا معانا الكشوفات بالأسامي، بننده كل أسرة تيجي بمنتهى الكرامة وبمنتهى الحفاظ على الأدمية. الكارنيه ده يا فندم خاص بإيه؟ بالمساعدات، إن الأسرة دي تم عمل بحث عنها من جمعية الأورمان، وتم استلام البحث بتاعها اللي من الشؤون الاجتماعية. الكارنيه ده بيبقى بيؤكد إن الأسرة دي من ضمن يعني أي حد بياخد من الأورمان كرتونة، كرتونة رمضان تحديدا، لازم يكون معاه كرنيه الكريدة. لكن غير كده يعني ما فيش حد مثلا غلبان يبقى عارف ان انتوا مثلا في مركز الشباب في القريه الفلانيه ويروح يبقى عايز كرتونه ياخدها وهو معهوش كرنيه. انا بالنسبه لي طالما الحاله دي معمول عنها بحث ومعاها بحث اجتماعي نمره واحد من الشؤون الاجتماعيه بالظبط، وبالتالي بتبقى تستحق المساعده بالنسبه لي. احنا ضد خالص، احيانا بنشوف بعض الصور لبعض التوزيعات انه بتبقى العربيه النقل موجوده والموظفين او المندوبين بتوع الجمعيه جوه العربيه فوق العربيه، والناس المستحقه تحت كده، بيبقى احيانا بيبقى في تدافع، احيانا بتبقى في اصابات. فاحنا ضد خالص القصه دي وضد الصوره دي. لا، هو الانسان حتى وان كان هو انا بقدم له نوع من انواع المساعده، لكن لازم بكرامه. بالظبط، يحفظ له ادبيته. طيب بالزبط. في حاجه كمان انتوا عاملينها يمكن السنه دي، مشروع اطعام مريض السرطان في الاورمان 60 جنيه. ايه حكايه بقى مريض السرطان في رمضان تحديدا؟ تمام. في الصعيد انتوا مستهدفين الصعيد في المشروع ده. مظبوط. مش عارفه، يمكن اعتقد اغلب الناس دلوقتي عارفه او سامعه عن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالصعيد، دي مقرها الاقصر. المستشفى دي يمكن بدأت فكرتها من 4 أو 5 سنين على أساس إن احنا كنا هنعمل حاجة صغيرة كده جدا، كانت هتتكلف 30 مليون جنيه بس. يمكن دلوقتي حاليا المستشفى خلصنا المرحلة الأولى وشغلناها، وخلصنا المرحلة الثانية وشغلناها. المرحلتين اتكلفوا حوالي 600 مليون جنيه. للأسف الشديد إنه المرحلتين الأولى والثانية مغطيين تقريبا من 35-40% من عدد المرضى اللي في الصعيد، لأنه المستشفى في الأقصر ولكنها بتخدم خط الصعيد بالكامل. ده يمكن اللي دفعنا أن احنا نبتدي في المرحلة الثالثة. بالفعل الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى بدأنا الحفر في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هيبقى فيها أول مركز لعلاج الأطفال السرطان في الصعيد على مدار يمكن 1000 كيلو في محافظات الصعيد.
من هنا بدأت فكرة إطعام مريض سرطان. إحنا عندنا مرضى طبعا مقيمين بالمرافقين، بيبقوا مقيمين عندنا في المستشفى. مريض السرطان بيبقى ليه أنواع معينة من الأكل لازم تتحسب بطريقة معينة، ومبقاش فيه سكريات مثلا كذا. كل مريض بقى طبعا على حسب حالته الصحية وسنه والنوع العلاج اللي هو بياخده. تمام. فتكلفة الإطعام مريض سرطان 60 فطار غدا عشاء 60 جنيه في اليوم تقريبا. تمام. استاذ هاني، انتوا بتعتمدوا في تقديم الخدمات اللي بتقدموها دي بشكل عام؟ طبعا زي ما قلنا اكيد عندكم ميزانيه، نسبه التبرعات عندكم بشكل كبير ولا؟ بصي، هو الحمد لله طبعا احنا دايما كل المؤسسات والجامعات الاهليه بتراهن دايما على المواطن المصري. هو ده اللي بينجح اي حاجه. تمام. يعني فيروس سي احنا ما نجحناش غير بتبرعات اهل المصريين. سواء احنا مؤسسات او صندوق احياء مصر او كل ده من تبرعات المصريين، فما فيش مشروع او حاجه بنعملها او حمله او مبادره الا هي التبرعات هي رقم واحد. يعني هو يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان احنا عمليات الميه البيضاء دي كتيره جدا في مصر، احنا اكتشفنا ده. والعمليه البيضاء دي بتتكلف كام؟ 2200 جنيه بس. عشان 2200 جنيه ممكن مواطن يفقد بصره يعني. فهو طبعا التبرعات دي حاجه مهمه جدا، وهي يعني حاجه اساسيه. في جامعات بتعتمد ان هي عندها موارد تانية زي ما مصر الخير مثلا قالت، انما احنا لا، احنا ما عندناش حاجه، احنا يعني جمعيه او مؤسسه غير قابله للربح. تمام. اخيرا استاذ السمر، كلمه سريعه لحضرتك، مشاركه الناس في عمل الخير والتبرعات اللي بتقدم ليكوا بتكون اكتر في شهر رمضان ولا يعني نفس النسبه تقريبا على مدار شهور السنه كلها؟ لا طبعا في رمضان بيبقى اكتر. المصريين اكتر بيحبوا يدفعوا الزكاه بتاعتهم برضو في شهر رمضان، وبيتصدقوا اكتر في شهر رمضان. ولكن برضو طول السنه المصري طول عمره بيحب يعمل خير، فطول السنه الحمد لله التبرعات الى حد ما كويسه، وهي اللي بتقدر خلينا نعمل المشاريع بتاعتنا اللي احنا بنستهدفها. خلينا في رمضان نقول في عندنا في المؤسسه مبادره اسمها 10% قويه. المبادره دي بتستهدف او بنناشد بيها المصريين ان هم يساعدونا ب 10% سواء بمجهود او بالوقت او بفلوس. ممكن بالمجهود والوقت ان هم يساعدونا في تعبئه كراتين رمضان في سي اف سي في كايرو فيستيفال. كل يوم بنعبي كراتين، وبدل ما يعني نستهلك مبالغ في التعبئه او فنفسنا الناس تيجي تساعدنا في عمليه التعبئه. ممكن يتبرعوا من خلال هوت لاين 16140 ومندوب يروح لهم، او في حسابنا في البنوك 100 100، او على الويب سايت بتاع المؤسسه، او موبايل ابلكيشن بتاع مصر الخير. فدي كلها طرق تسهل عمليه التبرع. انا بشكركم شكرا جزيلا، وكل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وكل الشعب المصري والامه العربيه بخير بمناسبه رمضان وايام هذا الشهر الكريم. واعمال خير اكيد بتستمر معنا طول ايام السنه، لانه المبدا الاساسي في عمل الخير هو التكافل، المفروض يكون موجود بين كل شرائح المجتمع. مشاهدينا يعني خلوني طبعا اتقدم بالشكر الاستاذه سحر الشربيني مدير العلاقات العامه بدار الاورمان، شكرا لحضرتك يا فندم. الاستاذه سمر لطفي مدير مكتب القاهره التنفيذي لمؤسسه مصر الخير، شكرا لحضرتك يا فندم. واخيرا الاستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الخير، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك، شكرا. وصلنا كده لنهايه فقرتنا. بعد الفاصل هيكون زميلنا محمد سعد هياخدنا في جوله في جهاز حمايه المستهلك، اللمسات الاخيره لاستقبال شهر رمضان، كيف يتابع الجهاز حركه الاسعار في الأسواق، وكيف أيضا يقدم شكواه ضد جشع التجار. جولة خاصة داخل الجهاز بصحبة اللواء عاطف يعقوب في ظهوره الأخير قبل ساعات من انتهاء فترة عمله كرئيس للجهاز، خليكم معنا. مشاهدينا أرحب بكم من داخل جهاز حماية المستهلك. قبل أيام من شهر رمضان المعظم تزداد وتيرة الشراء على السلع الأساسية ويميش رمضان، وأيضا يكثر الحديث على تلاعب بعض البائعين في الأسعار في ظل تأكيدات وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الأسعار ثابتة، بل يوجد انخفاض في الأسعار يتراوح ما بين 25% إلى 30%. ما هو دور جهاز حماية المستهلك في هذا الأمر؟ هذا ما سوف نتعرف عليه. السيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، يعني بعد تحية فن، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب، كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وأمتنا العربية بخير. رمضان كريم، شهر بركة
وكل البركات في رمضان. اهلا بحضرتك يا فندم. عرفنا يا فندم اولا احنا ايه الغرفه اللي احنا متواجدين فيها؟ ده الكول سنتر بتاع جهاز حمايه المستهلك اللي هو الرقم 19588 من خط ارضي. دايما احب ان انا اكد من خط ارضي لانه غير مؤهل لاخذ الشكاوى من المحمول. الكول سنتر بيبتدي من الساعه 8:30 لغايه الساعه 4 طوال ايام الاسبوع ما عدا العطلات والاجازات الرسميه. بعد الساعه 4 احنا عندنا ساعات ضغط كتير زي ما انت شايف، العدد محدود والمكالمات بتبقى كتيره، ففي ناس بيجي بتبقى على الانتظار ما بتزهق او بتفتكر ان يقول لك ان دول انا هزرها اقعد كتير، وفي ناس ساعات بتفتكر ان احنا بنتقاضى مبالغ زياده في التليفونات. الخط الارضي بنفس سعر المكالمه العاديه عشان الناس برضه تبقى عارفه ان مفيش زياده في الاسعار المكالمات. احنا بنقول للناس لو انت قعدت على الانتظار وما حدش رد عليك ارجوك اقعد جنب التليفون من الساعه 4 ل 5، احنا اللي هنعيد الاتصال بيك لان احنا عندنا في السيستم نقدر نعرف المكالمات اللي ما ردناش عليها. الخط هنا بيتلقى الشكاوى زي ما انت شايف حضرتك ان هو عندنا سيناريو ان احنا ناخد الشكوى في 2:30. في خلال 2:30 نكون قدر نبنى البيانات الاساسيه. بعد كده بيطلعها على اداره الشكاوى، بيتم تصنيف الشكاوى، ده عربيه، ده ثلاجه، ده غساله، ده تلفزيون، ده تليفون، كل الاشياء. وعندنا بعد كده اقسام متخصصه وتنزل لغايه موظفين متخصصين. احنا كنا مسبقا عدينا ان في الشركات مقابل ان هم يتصلوا بيه، فبيجي مثلا بيقول الله انا جات لي شكوى من كذا ودي بياناته، فهو بياخد الشكوى اللي هو الطرف الثاني بتاع الشركه وبنديله مهله 3 ايام 5 ايام بحسب نوع الشكوى انه يرد علينا في خلال مده يقول ان انا خلصت المشكله. اذا ما ردش علينا او ان هو رد وقال لك لا ده احنا ما مش غلطانين، بناخد الشكوى ونطلع لمستوى اكبر اللي هو مستوى الفني. قد يكون ان احنا بنحتاج ان في المستوى الفني ان احنا نستعين بجهه مرجعيه فنيه عشان نقدر نستكمل فحصنا للشكوى. يعني مثلا في الاجهزه الكهربائيه في التلفزيونات الثلاجات عندنا الرقابه الصناعيه، عندنا في العربيات كليه عندنا لجنه فنيه احنا مشكلينها هنا، وعندنا اللجنه قسم اداره هندسه السيارات في جامعه المطريه اللي في جامعه حلوان او في عين شمس في جامعه عين شمس، وبيجي لنا التقرير بعد كده. اذا كان استكملنا ولقينا الشركه استجابت بعد التقرير الفني بيبقى اهلا وسهلا، ما استجابتش بناخد نطلع على مجلس اداره. مجلس إدارة يستطيع ان هو يطلع قرارات بإعادة الفلوس ان هو بالاستبدال بالالزام بالاصلاح او المستهلك ملوش حق لو ما كانش ليه حق، وده هو التدرج اللي احنا بيحصل في الشكاوى. دي بداية الشكوى. من هنا دايما بنقول للناس على بعض النصايح اللي هي تساعدنا ان انت اشتري بمكان معروف، اشتري ويكون معك فاتورة، اشتري من المنتج اللي انت محتاجه، واول ما تاخد المنتج افحصه لان في مدد محدده اللي هي ال 14 يوم كان في القانون القديم، هتبقى 30 يوم في اليوم في القانون الجديد. فبدل ما يحصل ان انت تروح عليك المده، يعني ياما جالنا ناس وقال لك انا عندي مشكله، طب انت اشتريت امتى؟ يقول لك من حوالي 17 يوم. قانونا اسقط حقه في ان هو استرداد الفلوس اللي دفعها. فيبقى احنا بننتهي بقى ان هو عنده بس اللي هي فرصه الاستبدال. مدة الاستبدال قد ايه؟ في القانون اللي فات كان 14 يوم، القانون الجديد بقى 30 يوم. بقى 30 يوم. فاحنا زودناها يعني علشان كان حصل احنا واحنا رجعنا لقينا ان في بعض التحايلات اللي بتحصل، طب تعالى بكره اصل مش عارف ده مين موجود مين مش موجود، فعشان كده قلنا 30 يوم دي كافيه جدا للمستهلك ان هو يقدر ان هو يراجع نفسه ان المنتج ده هو عايزه يتصلح ولا يستبدله او ان هو يسترجع. سيادة اللواء، طبعا الجهاز ليه مراقبين في الاسواق. بالظبط. هل يتم تحريك البلاغات من الموظفين او من يعمل في الجهاز في الاسواق او فقط المواطنين؟ احنا عندنا 51 سلطه ضبطيه قضائيه ممنوحه من السيد وزير العدل. ف
فاحنا زي ما احنا عندنا بنتلقى الشكاوى احنا لينا طرق معديده لتلقي الشكاوى. الكول سنتر ده اللي هو من خط ارضي، انما عندنا برضو الموبايل ابلكيشن اللي هو تطبيق على التليفون الذكي، نخش على لو انا عندي ابل اخش على الاب ستور، لو انا عندي اللي هو اندرويد اخش على البلاي ستور واكتب حمايه المستهلك، فهيطلع لي التطبيق اللي هي العين الحارسه على اللي هي بنعتبرها العين الحارسه على السوق، وانزل التطبيق مش كبير، وهيبقى عندي في التحذيرات والتنويهات وفي النصايح والاخبار، وساعات بيطلع في مثلا منتجات فيها عيوب او في العربيه بيطلع عيوب، بيحصل حاجه ما يسمى ريكول في العالم. الريكول ده لو لقيناه ان هو مختص بالعربيات اللي عندنا بنبعت تجيب الشركه ونبعت نقول له حط لي خطتك هتسحب العربيات دي بالسوق ازاي وهتصلحها مجانا بدون ما يدفع الشاكي، وفي نفس الوقت قبل ده وده ان احنا نحذر المستهلك لو في حاجه تشكل خطوره على صحته وبدنه هو ومستقل السياره انه ان احنا نقدر ان احنا نصلحها ومن غير ما يتكبد اي فلوس. وعندنا ازاي ان انت لو انت عايز تبلغ بلاغ، يعني في ناس يقول انا رحت لقيت ان في ناس جايبه منتجات مثلا من غير معلومه، ان في سجاير مهربه، عندنا برضو ان في مجال ان انت تقدر تقدم بلاغ، يعني الشكوى بنعتبر دي شكوى ان انت اشتريت جهاز او بتشتكي حاجه معينه ان هو مش عايز يرجع لك يعمل لك، انما قد يكون ان انت عايز تبلغ عن واقع معين، فدي برضو موجوده على الموبايل ابلكيشن، وازاي ان انت تتصل بينا. هيجي في الموبايل ابلكيشن باذن الله حته فاضيه احنا حاطينها كده، دي هتبقى على مقارنه الاسعار، واتنين ان احنا في القانون الجديد هنشدي شهاده اسمها الوكيل المبتسم، يعني التاجر اللي هو الملتزم اللي هو ما عندوش مشاكل إذا أراد إن هو يعمل دعاية لنفسه إن هو إنه كويس وملوش أي مشاكل عندنا هنديه لوجه مبتسم. الوجه ده هيبقى برنامج، يعني في كده في قانون إن احنا هنحط في اللائحة التنفيذية برنامج نديه للملتزم إن هو يحطه على المحل عشان الناس تعرف إن الراجل ده بياخد باله من المستهلك. إن ده تصديق منكم إن الـ 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 أو الراجل اللي بيبيع ده أو البائع ده طبعًا أمين. مضمون بالزبط. إن هو يشتري منه أو السائح ممكن يشوفه يقول ده مضمون، وبعد كده لو حصل منه حاجة هنسحب، يبقى ده إذًا زي في منح ممكن فيه سحب للغير ملتزم. إحنا عايزين الناس كلها تبقى ملتزمة لأن إحنا عايزين نغير الفكر اللي موجود في السوق. التاجر الجشع، التاجر ده بيبقى جشع ليه وان هو مستغل ليه؟ لانه ملوش خطوط يعني ايه فاصله. ودايما بقول كده احنا عندنا نظريه السته ت، السته ت اللي انا بروج لها دلوقتي توعيه تدريب تعاون بين الاجهزه وبعضيها، ونمره اربعه تغصيب بالغصب، ان احنا اي حد مش هيطبق القانون يغصب على تطبيق القانون او يتحول للمحكمه المختصه وياخد اللي هو الاحكام اللي في القانون. لو احنا مشينا الاربعه دول زي اي بلد في العالم هنوصل لمرحله التعود، ولو انت تعودت هتوصل لمرحله التلذذ، كلهم بتبتدي بالت ان هي في الاخر توصلك لان احنا نبقى مجتمع منظم. واهم شيء عشان تنظم مجتمع لازم يتحط خطوط فاصله وكل واحد يعرف حقوقه، يعني احنا شعارنا ايه؟ اعرف حقك. اعرف حقك، طالما عرفت حقك بس بقى بيه واحنا في ظهرك عشان حقك محدش يقدر ان هو يمسه واحنا موجودين. مع اقتراب شهر رمضان الكريم هناك مخالفات، ايه ابرز المخالفات يا فندم المتواجده حاليا في الاسواق، خاصه يعني طبعا هناك بعض البائعين يقوموا برفع الاسعار؟ بص كلمه الاسعار احنا مهمتنا لان ما عندناش تسعير، يعني في بلاد مثلا زي الكويت تيجي قبل رمضان ب 15 يوم او شهر ويطلع مرسوم ان ممنوع اي زياده للاسعار، ويكون عندهم حصر بالاسعار كلها. في عمان عندهم نفس على مدار السنه كل الاسعار مسجله في قاعده معلومات، وما حدش يقدر يرفع الا لما يروح يقول لك انا برفع ليه. انما احنا عندنا القانون لم يبيح كده، انما الماده 27 من الدستور المصري بتتكلم على سوق منضبط. بمعنى ايه سوق منضبط؟ ان هو مفروض ان احنا يعني احنا بنعمل ازاي بقى؟ بنفعل كل الاجهزه، يعني مثلا في العربيات يجي واحد يروح رافع العربيه او يبيع له بدون ما يديله فاتوره ضريبيه، ويجي يديله فاتوره ضريبيه يديله بسعر اقل. نروح محاولينه على التهرب الضريبي، يعني لسه محاول الناس للتهرب الضريبي.
في ناس بتبيع بالدولار او اليورو بنحولها على مباحث الاموال العامه والبنك المركزي، لان ممنوع ان حد يبيع بعمله غير العمله المصريه، لان كل المضاربات اللي هي في السوق دي في الاخر بتخلق نوع من زياده الاسعار. نمره 2 ان احنا بننزل مثلا، احنا عندنا السلطه الضبطيه قضائيه، فنوع من زياده الاسعار ايه؟ ان انت تحط عبوه وتقول كيلو وتيجي توزنها تلاقيها 850 جرام. ال 850 جرام ده معناها ايه؟ ان انت بعت بازيد من السعر المعلن. لان لما تقول الكيلو ثمنه مثلا 10 جنيه وانت حاطط 850 جرام، يبقى الوضع الطبيعي ان كان المفروض يبقى 8 جنيه ونص، انما انت حطيتها ب 10 جنيه. يبقى انت بعت بازيد من السعر المعلن لانك قلت الكيلو ب 10 جنيه وانت حاطط 150 جرام، يبقى انت بدل ما انت ترفع رحت قللت في الوزن. ففي هنا يبقى ده بيع بأزب من السعر، كأنك بالظبط حطيت سعر وبعت بسعر تاني. عندنا تاني ان انت ساعات بتقول ان ده ثمنه مثلا ده ب 10 جنيه وتيجي على كاشيرة تلاقيها ب 12 جنيه، يبقى ده برضو زيادة. كل ما انت تبقى صاحي ان انت تبقى عندك حصر، يعني احنا بإذن الله بنحاول ان احنا نوسع من منظومة اللي هي القدرة الاستيعابية عندنا للآي تي عشان تقدر تحط فيها قاعدة المعلومات وتحركات الأسعار. واحنا في الحقيقه بنتحرك مع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، عندهم يعني قدره اللي عنده 15000 نقطه رصد على مستوى الجمهوريه. عايزين ان احنا بحركتنا ان احنا يعني انا بعتنا عشان ان احنا نقدر في مجال سيطره الاسعار، ان احنا بعتنا للجهاز الخدمه الوطنيه ولوزاره التموين والشركه القابضه، قلنا لهم اولا عايزين اللي هي عناوين اهل رمضان. عندنا 200 معرض لأهل رمضان هتبقى على مستوى الجمهورية اللي عاملها وزارة التموين بالمشاركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لأن هي احنا كل ما انت تخفف الوطأة على المستهلك في احتياجاته من السلع اللي هي الرمضانية اللي هي احتياجاته هتقلل من اتجاهه اللي واحد جشع عايز ان هو يستغل. ولو انت قدرت ان انت تخففه من ان هو يروح لواحد جشع، التاني هيلقى حاجته بتتباعش فغصبا عنه هينزل السعر. هل هناك حصر لاستهلاك المواطن المصري في خاصة في شهر رمضان؟ بص حضرتك، هناك محاولات ان هي عشان تشوف استهلاكه من السلع كلها قد ايه، واحنا عندنا في المعدل اللي هو الاحصائيات اللي بتطلع من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للاحصاء والمتوسطات اللي هي بمفروض المعدل الاستهلاكه قد ايه وبتزيد قد ايه وكل هذه الاشياء وتاثيرها على الاسعار. يعني ما هو عرض وطلب، سياسه العرض والطلب، طالما ان انا الطلب زاد والعرض محدود لازم هتزيد الاسعار. يعني مش احنا حضرتك ساعات تلقى القوطه ب 20 جنيه وبعدين ساعات تلقاها ب 2 جنيه وساعات مش عارفين يبيعوها ليه؟ لان لما بيزيد ان هو العرض عن الطلب او الطلب بيخف. عشان كده احنا عايزين سلوكنا بره زي ما انا بدي مثل دايما، اللي عايز يعمل سلطه بيجيب قطايه وخيرايه وجزرايه يعمل الطبق. انت هنا بتشتري كيلو 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 وتاخد تعمل نفس الطبق وتربي الباقي. عشان كده عندنا المخلفات العضويه في القمامه اغنى او في مخلفات. ليه؟ لانك انت بتحط ما بتستخدمش. الناس بتجيب الموز تاخد منه صباعين ثلاثه وتربي الباقي يفضل لغايه ما هو يسود. فاحنا عايزين نقول عايزين نعمل ثقافة جديدة، وعشان كده احنا طموحنا كبير قوي في الفترة اللي جاية ازاي ان احنا عايزين ننزل بالاوزان، عايزين ان احنا ازاي ان الناس تبقى فيه تشتري الحاجة باوزانها اللي هي اللي عايزاها فعلا. عايزين ان احنا نتمنى بدل ما احنا بنقول كيلو يبقى عندنا رطل، لان الكيلو 2 رطل وربع، يبقى احنا تقدر على الاقل تقول له يشتري بيسموه باوند بالبره عشان تقدر تخفف من النمط الاستهلاكي. لان انا مره كنت في جمعيه استهلاكيه بقول للواحده التشاري كنت سوق يا ربي شعب تشاري يا ماما، قالت لي يا حبيبي ده كيلو 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 ما فيش بعد ما العيال اتجوزوا انا وابوهم اللي عايشين مع بعض. قلت لها مش كتير يا امي، انت اتنين تشتري كده؟ فقالت لها اما عايزهم يقولوا عليا بشتري نص كيلو. فكمان عايزين نغير في الثقافة ان احنا ازاي. عشان كده احنا دخلنا في كمان مع النشأ، خدنا موافقة من السيد وزير التعليم لادخال مفاهيم حماية المستهلك في البرامج التعليمية بتاعت النشأ اللي هم الاطفال. عايزين نبتدي مع جيل كمان
يعني نشتغل على كل جيل بقدره، وفي نفس الوقت ان احنا في الجيل الصغير بقى عايزينه، ده اللي هو المستقبل، ده اللي هيقف عليه مصر في يوم من الايام، يطلع متأسس وفاهم يعني ايه، يعرف حقك يعني ايه، ويعرف ازاي ان هو ليه مسؤولية زي ما هو ليه حق. هل يا فندم رصدتم اي نقص في السلع، خاصة ان هناك البعض يقول هناك نقص في سلعة الارز؟ لا، هو دلوقتي في هم الإشاعة اللي طلع عشان الدولة خفضت من الرز بتاع السنة الجاية، فابتدت الناس تقول لك ده الرز قل عشان ان هو في تخفيض. الكلام ده مش حقيقي، يعني احنا في معارض اهل رمضان لقينا الرز موجود، كان في يعني رز متوفر. عشان كده بقول للناس ما تمشيش بالاشاعات، الاشاعات اول بدايه رفع الاسعار. يعني انت حضرتك لما تيجي تقول ان في نقص في دي، تبتدي الناس تعمل ايه؟ تختزل، يعني بيحصل فيه خوف. الخوف دايما يولد عن الناس ان هو شعور ان انا اامن نفسي. تامين نفسك بتخزين السلع ان انت تخزنها ساعات ما بتستفدهاش، يعني في ناس بتخزن فبتضطر ان هي زي بتخزن ممكن تبوظ الحاجه وترميها. عشان كده الحاجه متوفره، اطمئنوا. الحكومه شغلتها الاساسيه ان هي توفر المنتجات والسلع والخضار والفاكهه للمواطنين بسعر في متناول يعني ايديهم. واحنا يعني احنا يتبقى بقى احنا كمستهلكين ان احنا زي ما بنطالب بحقنا، علينا واجب، ليقول ان الواجب ده ان احنا نعرف حقنا، وعلينا واجب ان احنا نبقى سلوكنا نمطنا الاستهلاكي يعني نمط جيد يتناسب مع امكانياتنا ويتناسب مع مواردنا ويتناسب مع المعروض، عشان ما نأثرش فيه الطلب جامد، فبالاخر احنا اكتر من بيتضرر بسبب عدم وجود نمط الاستهلاك. مشاهدينا مستمرين معكم من داخل المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء، ما هذه الغرفة؟ ده المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك. كلمة مرصد إعلامي إن ده مفروض إن ده إحنا لازم نكون سابقين، يعني أنا مش عايز أشتغل على رد الفعل. يعني اللي بيحصل إيه، إننا بكون اللي بيحصل الأول كلنا بنقعد في البيت نبص على إعلانات، يعني حاجة مخجلة جدا، بنبتدي نقول لك ده شفته وسمعته و طب نيجي الصبح نخش ان عايزين ناخد اجراء قانوني. ما ينفعش ان انا اقول انا شفت امبارح اعلان بيقول كذا. فده احد وسائل اثبات اللي هي لجهاز حمايه المستهلك لرصد الاعلانات المضلله اللي بتتم اذاعتها على القنوات الفضائيه. وايضا ده احد اللي هو بالنسبه اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتبيع على الانترنت، يعني في النهارده بيع وشراء على الانترنت، التجاره الالكترونيه موجوده. فحاطين المرصد الإعلامي عشان نرصد إن هي الإعلانات المضللة أو ساعات اللي هو الغش أو إن هو اللي هي العروض الوهمية اللي بتبقى موجودة على الإنترنت. ده 24 قناة 24 ساعة، يعني 24 ساعة تقدر إن أنت في أي وقت بتركز على بعض القنوات اللي هي معروف عنها إن هي بتذيع إعلانات مضللة. يعني اعتقد ان احنا لسه واخدين حتى احكام ما زعناها اول امبارح، ان في قناه اسمها التوك توك، حتى من اسمها يبان هي ممكن تكون ايه، بتتكلم على منتجين، المنتجين دول انه ده بيخسس وده مجاز من وزاره الصحه. لما رحنا وزاره الصحه وسجلنا الاعلان وبعتناه لوزاره الصحه، ردت وقالت هذا المنتج غير مسجل في وزاره الصحه، وبالتالي يعتبر اعلان مضلل لانك بتعلن على حاجه غير قانونيه. احنا عندنا مواصفه قياسيه رقمها 4841 لسنه 2005 اللي هي خاصه بالاعلانات، الاشتراطات الواجب توفرها في ما يتم الاعلان نفسه. ولو حاجه خاصه بالاطفال لازم في مواصفه ثانيه 5008 لسنه 2005. ذكر حضرتك موضوع الدندول اللي احنا وقفناه لانه لم يتوافر فيه الاشتراطات الخاصه باشراك الاطفال في هذا الاعلان. ايضا الاعلان كان مسابقه كوره اللي هو بيقول لك غير طريقه تفكيرك، وواحده بترمي كتاب من ابنها في الارض وبيقول لك غير طريقه تفكيرك، لان اعتبرنا ان ده ان هو بيتكلم على قيم ومفاهيم هي من شانها انها تهد البلد. عشان كده احنا
مشكلين لجنة لما بيكون عندنا في خلاف على إعلام معين. اللجنة دي كان فيها السيد الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز اللي كان عميد كلية الإعلام القيمة والقامة المشهورة، السيد العميد الدكتور حسن عماد القيمة والقامة المشهورة اللي كان برضه رئيس معهد الإعلام، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، الفنان المشهور رمسيس مرزوق، على اساس ان ده كمان ان هو انا يعني الليبرال يعني احنا معشان، وعندنا فيها الصف بتاعنا، وعندنا الدكتوره سعاد الديب تمثل الاتحاد العام للغرف الجامعات الاهليه، بحيث ان هنا بنقول بنعرض لهم بنقول لهم ده شوفوه طبقا المواصفة ولا لا، هل ده يتسق مع السياق العام للاداب العامه وان هو ولا فيه تضليل من هو في زيادات. فلو جاموا قالوا لنا ان في لا في زياده في السياق العام او ان هو غير متوفر في اشتراطات الواجب توفرها في الاعلان تبقى للمواصفه القياسيه، فعلى طول بناخد اجراءاتنا وكنا بنوقف الاعلان. طيب اخيرا يا فندم، نصيحه حضرتك المواطن ايه يعني اذا اراد ان يشتري مثلا منتج ما؟ ده اولا. ايضا كيف يتم التعامل مع القناه التي تبث مثلا قناة مصرية التي تبث مثلا إعلان مضلل؟ احنا اي حد عنده ما احنا طول زي ما قلنا كده 19588 نزل موبايل ابليكيشن، تعالنا هنا في 96 احمد عرابي في المهندسين، عايزين الناس تبقى ايه مواطن ايجابي، انزل اشترك مع جمعيات حماية المستهلك، اذا ما كانش عندك في منطقتك كلمنا لو انت تقدر تجمع مجموعة ونقدر ان احنا نساعدك على انشاء جمعية، لان احنا عايزين المجتمع المدني يبقى ليه قوته. احنا بنقول ان في مثلث مهم جدا، صانع تاجر مستهلك، ما لم يكن هذا المسلك اضلاعه متساويه بين القوه والتقدير كل واحد للطرف الثاني هيبقى في خلل في النظام، وعشان كده احنا عايزين كمان ان احنا يبقى منظمين. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك، اشكرك شكرا جزيلا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ومصر بخير، ويا رب السنه دي يبقى شهر دايما زي كل سنة شهر فضيل احنا بنستناه من السنة للسنة، وبنطلب بس من المستهلكين خلي بالكم من نمطكم الاستهلاكي حتى لا تفسدوا سعادة وقار هذا الشهر الفضيل. شكرا يا فندم. مشاهدينا كانت هذه جولتنا من داخل جهاز حماية المستهلك، شكرا لحسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير.